صديقي حبيبي يا خالد أستاذ الباشا، محمد، أسعد الله صباحك. تسمعني جيدا؟ صباحك عزيزي، طمني عنك. الحمد لله رب العالمين بخير. أنا قبل شوي كنت عم بحضر وبضحك صراحة، يعني هل هذا كان فاصل فكاهي أو ترفيهي؟ يعني الله يهديه هذا الشاب اللي كان عم يحكي، يعني كان عم يحكي بمنطق إقصائي ما حدا بيرضى عنه نهائيا، والله رب العالمين يكتب له الهداية. في شريعتهم شو عملت الناس يا سيد فادي؟ لا 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 لا، هذول الناس والله كيف شريعتهم، فهموا شريعتنا يا أستاذ محمد؟ شريعتكم والله، بس انتم خدعين شوي. على راسي على راسي. هلا انا بصراحة من فترة يعني كنت هيك عم بفكر، فخطر ببالي سؤال حابب أسأله لحضرتك، انه نحن أستاذ محمد المؤمنين في القرآن الكريم والمؤمنين في الشريعة المحمدية نؤمن بأن القرآن زمكاني أبدي، يعني هو مطلق الزمان والمكان ويصلح لكل الأزمنة. أنتم منين تعلمتوا هذه العبارة؟ لحظة فادي حبيبي، نعم. منين تعلمتوا هذه العبارة الزمكاني وكذا؟ القرآن ما فيهاش هذا الكلام. لا لا، هي لا وجود لهذه العبارة داخل القرآن، لكن ما يوجد في القرآن الكريم يصلح لكل زمان ومكان، هكذا نحن نعتقد، يعني يعني في مثلا عقيدتنا. الموجود في القرآن ينفع على سطح نعم، ينفع في كل زمان ومكان. المبادئ ينفع على الموجودة في سطح القرآن القمر الكريم ولا ينفع على سطح المريخ والقمر معا إذا بدك. كيف راح تتوضون على سطح القمر؟ أها، إن أنا عم بحكي لك عن المبادئ. جاوبني، كيف واحد راح تتوضون على سطح القمر؟ سيدي العزيز، أنا عم بحكي لك عن ما مبادئ، فكرت الوضوء فيها يا ليس فهد. مبدأ. طيب، الوضوء ما ليس فكرت مبدأ. فيها هذا السؤال، ما إيه فكرت إيه. فيها. طيب، أنا اللي عم أقول لك إياه هو هذا ليس سؤالي، سؤالي ما تقدرون حتى تتيمموا، تعرف ليش؟ لأنه ما تقدرون تنزعوا البلاوي اللي عليكم و ما تقدر. مظبوط، حنطير في الفضاء هذاك الوقت ونتبخر. سيدي العزيز، انا طبعا اللي عم اقول لك اياه انه ما في القران من مبادئ، يعني انا في الفضاء اقدر استطيع ان استخدم الاخلاق اللي حضني عليها القران الكريم، استطيع ان اكون حذر اني ما اذي نفسي مثل ما قال لي القران الكريم. عرفت على علي شلون؟ طبعا مش لحظه، هو على القمر ايه؟ كيف راح تستخدم الايه التي تقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم من ناشئ؟ نساءكم هي الأشياء الجديدة المتأخرة وليست جمع نسوة. هون هيك أنا بستخدمها. هلا كل الناس التانيين كيف لا بيستخدموها؟ كيف يا أخي؟ مش لا ذنبي. لا بس تمام؟ لا بس، كيف راح تستخدمون الآية التي تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ هاي مو آية قمرية أستاذ محمد، مو أنت قلت وصالح لكل زمان ومكان؟ طبعا، ولكن مش يا ابن الحلال اللي عم اقوله. لحظه يا فادي، كيف راح تستخدم هذه الايه في القمر؟ وهل لازم كله تستخدمه؟ انت قلت القران منجم استاذ محمد، هو الزمكاني صالح لكل زمان ومكان. جاوبني، الذي فيه، انا قلت الذي فيه صالح لكل زمان ومكان، تمام؟ يعني انت اليوم اذا كان بدك تجي تتهرب من الجواب، كيف راح والله ما عم بتهرب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع في القمر، كيف راح تعمل هذا الشيء؟ يا سيدي، إن كان هناك أولا إن تحقق الشرط والذي هو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أو كان في يتامى على سطح القمر. الآن في واحد خاف أن لا يقسط في اليتامى في الأرض، ثم صعد هو وجماعته على الـ على الـ على القمر، كيف راح يطبق نعم عليه؟ لا، لازم يكون في يتامى في القمر وفي امهات لهؤلاء اليتامى لحتى يقدر يتزوج الثانيه. كيف راح تستخدمه؟ ممكن يتزوج في المركبه الفضائيه. وشو راح يعمل معها بالزواج؟ راح يتزوج زواج كامل، راح يكون هو مسؤول عنها وعن اليتامى. كيف راح يتزوج بزواج كامل على وجه الارض وهو على القمر وهو مش قادر ينزع البلاوي اللي عليه؟ انت عم تقول انه هن على وجه على سطح القمر، بس هن مو داخل المركبه يعني. اي اذا مو داخل المركبه ما فيهم يتزوجوا. ليش هلا المتزوج لازم يكون زواجه هو فقط شيء جنسي؟ يعني هل المتزوجين بالشارع الرجال بيروح على المركبه؟ بيروح على المركبه، كيف راح يمارسوا الجنس؟ بيروح على المركبه، تمام، وبيروح على 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 موضع مخصص له ولزوجته وبيمارس الجنس. كيف يمارس الجنس؟
يعني هل بدك اشرح اعطيك درجه جنسيه؟ هلا اكيد لا يا استاذ محمد. لا انت مش مستوعب الفكره كيف راح يمارس الجنس اذا الكوبايه بتطير في الهواء. احفادي قول لي انت متزوج؟ في بالجنس شيء اسمه وضعيه الطيران طبعا. ايه انت متزوج؟ ايه. نعم نعم نعم. تعرف يعني شو ممارسه الجنس؟ اي طبعا اعرف انه شلون ممارسه الجنس. وفي هلا وضعيه الطيران كمان ادرسها، راح ادرسها هلا مشان نعرف بالفضاء كيف ممكن يمارس الجنس الطيران. ازاي يا جدع؟ كيف بالمركبه؟ يا سيد محمد شوف الله يخليك، دعنا نعود للموضوعيه لانه انا صدق كثير بفرح لما بكون مع حضرتك. لما تبتدي معايا شوف هذه الكلمات ما اقدر اتجاوز. طيب انا لا ما سالتك السؤال اللي بدي، والله والله انا احبك في الله صدقا، لكن اللي بدي اقول لك اياه، انا عندي سؤال لحضرتك، كيف تقنع من يؤمن بان القران زمكاني ابدي بانه يستطيع تفسيره الان وهو في مكان وزمان ثابت كله؟ اكيد بده يكون في عنده ايات ما بيعرفها، اكيد فيك بده يكون في عنده اشياء لم تكتشف. بانه زمكاني اقول له حطه في الزباله طبعا. إذا 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 وقع في الزبالة تعرف إنه الزمكان، إذا ما وقع تعرف إنه مش زمكان. لكن أنت ما وضعت في الزبالة هو الورق والحبر والمجلد وليس القرآن الكريم يا أستاذ محمد. ما هو الفكرة؟ لا ليست نفس الفكرة. هناك دقة. أنا بتكلم عن القمامة نفسها. أنا بتكلم عن الفكرة. أنت هذه هذا القرآن غير زمكاني، والدليل إنه أنتم مش قادرين تتفقوا عليه. وكمان اختلفوا عليه الذين قبلنا، تاريخيا في اختلافات عليه وهذا سيستمر، وحتى أهل المستقبل سيختلفون عليه أستاذ محمد، لأن هناك سيتعلقون بالتراث. يعني الآن حاضرنا هو تراث الناس اللي راح يجوا بعد 200 سنة، وأيضا سيختلفوا على ما وجدناه يا أستاذ محمد. ما يهم ذلك. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن إلهكم لم يستطع أن يعطيكم حاجة واضحة تستطيعوا أن تتفقوا عليه، زادكم ضلالا إلى ضلالكم. كيف يعني وقت عم يقول لي انه انت لا تاتي مال اليتيم الا بالحق، هذا لا يصلح لكل زمان ومكان؟ لا يصلح لكل زمان ومكان، لانكم انتم اكثر يعني ناس انت ممكن في يوم من الايام اكثر الناس تاكلون اموال اليتامى. انت اكلت مال اليتامى شيء؟ انتم اكثر الناس تاكلون اموال اليتامى. يا استاذ محمد انا هلا انا اللي عم اقول لك يا ان انا اتكلم عن مبدا، لا اتكلم عن تصرفات الاشخاص. انا ما بعرف هذه الكلمه، انا اليوم مش موجوده في القران، ما بعرفها. كيف مش كيف مش موجوده؟ كلمات قرآنية ولا تأتوا مال اليتامى إلا بالحق يا أستاذ محمد. قل لي كلمة المبدأ اللي موجودة في القرآن، شو معنى مبدأ؟ المبدأ أنك أنت ما تتعاطى مع أموال اليتامى إلا بالحق. مبدأ عشان أفهمها. لا لا المبدأ يفهم يدرك ويفهم يا أستاذ محمد. أنا ما أفهم هذا الكلام، أنا كلمات معاصرة ما أفهمها، أنا بفهم نعم. الكلام اللي موجود في القرآن. اذا معناتها انت يا استاذ محمد، اذا انت لديك شخصيه وتفكير تراثي، هذا ليس ذنبنا نحن، يعني انا ما عم بلومك ولك الحق ان يكون. لا 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 ذنبك. ليش ذنبنا؟ انا لما ما بدي اتكلم عن التراث اروح اشتغل في امور ثانيه، لما اتكلم عن القران انت رافض التطور يا استاذ محمد. انا شو بعمل؟ تعلمني بما موجود في قرانك، وانت تعتقد ان هذا القران فيه في القرآن مبادئ وقواعد، في القرآن مبادئ وقواعد للأخلاق، منها التعامل مع اليتامى. لا نعم. كلمة مبادئ وكلمة قواعد مش موجودة، قواعد موجودة في القرآن عرفت، ولكن كلمة مبادئ مش موجودة في القرآن. فلا تجيب لي كلمات معاصرة وتحط إياها في القرآن، كلمني بالكلمات. الكلمة لا تفهم إلا في سياق يا أستاذ محمد. هذه لسه بس آسف. جاي كلمني بالكلمات اللي أنت عندك في القرآن، استخدم لي المصطلحات اللي انت عندك في القرآن، لا تجيب لي كلام معاصر. لكن المصطلحات لها تفسيرها لتفهم يا أستاذ محمد. يعني اليوم انا اذا قلت لك عفوا، انا اذا قلت كلمة كلب وصمتت سكتت، هل تفهم ما اقصد؟ شو تفهم؟ افهم انك انت قلت كلب، كلب هي عبارة عن كلمة، عبارة عن كائن حي له أشكال مختلفة من هذه الحيوانات. لكن إن وضعت في سياق جملة وقلت لك كلب نبح في حارتنا أو في شارعنا مثلا، أفهم لماذا استخدمت كلمة الكلب في هذا السياق؟ إذا في كل مرة يا أستاذ محمد، إذا في كل مرة لها معنى. كلمني عن كلمات قرآنية، لا تكلمني عن كلمات معاصرة، لا تقول لي مبادئ وزمكان وهكذا. والله يا أستاذ قرآنك
أستاذ محمد، أنت حضرتك متمسك في المعنى المنفرد لكل كلمة، وذلك لا يصلح في التعاطي مع القرآن الكريم. المنفرد لكل كلمة ما بفهم هذا، كلمني بالقرآن. عم بكلمك بالقرآن، عم بقول لك إن المبادئ الموجود، لكن من وين عم بتجيب الكلام؟ القرآن ما فيها كلمة مبادئ، القرآن من ألفها إلى يائها لا توجد كلمة مبدأ. إذا لا يوجد فيها مبدأ معناتها آيات القتل لا بقى تذكرها، لأنه لا فيها مبدأ. آيات القتل ما فيها كلمة مبدأ. لا أذكرها. لأن شريعتكم المخزية، قرآنكم المخزي. نعم. قال فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. ولكن أين الأمر في ذلك؟ أنا أريد أن أسمع كلمة إني أمركم. طيب وين الأمر؟ بدي أشوف الأمر. فإذا هنا فهمت الأمر. فقتلوا. يعني أنت هنا تفهم الأمر ولا تفهم، أنت هنا تفهم الأمر وفي آيات أخرى لا تفهم المبادئ؟ لا أنا هذا هنا أنا بفهم الأمر، واضح جدا، فقتلوا. طيب معناتها إذا أنت تفهم كما تريد يا أستاذ محمد. لا ليس كما أريد. أي واحد، جيب واحد تنزاني يتكلم أربع نعم. كلمات عربية، يقول له ما معنى فقتلوا، يقول لك ما معناها. جيب لي واحد بنغالي طيب. ما لحظة ما بيفهم إلا أربع كلمات يعرف شو معنى هذا الكلام. جيب لي واحد تايواني ما بيعرف إلا أربع كلمات عربية راح يعرف معنى هذا الكلام. إيش كلامي أنا؟ طيب وجيب واحد تنزاني قل له ولا تأتوا مال اليتامى إلا بالحق، بيفهم إنه معناته ما لازم يتعاطى مع مال اليتامى إلا بالحق. ليش ما بيفهم؟ لا بيفهم. لا أنا أقول لك يا سيدي، هلا بجيب واحد تنزاني بنسأله. أقول لك ليش؟ لأن في البلدان الإسلامية انتشر عندكم القتل ولم ينتشر فيكم العدل. مظبوط هذا الحكي، هل في ماليزيا موجود؟ لذلك فهموا معنى القتل ولكن لم يفهموا في معنى العدل. أستاذ محمد أنا معك إن المجتمعات الموجودة للأسف في الشرق الأوسط والتي وهي التي هي معك. لا أنا معك، ولكن أنت تتكلم عن مجتمع في الشرق الأوسط. أنا خجلاني من ما خجلاني. لا ليش كلمني عن ماليزيا ونجاح ماليزيا. ماذا عن ماليزيا أستاذ محمد؟ ماليزيا دولة مسلمة. قل لي ما علاقة ماليزيا بالقرآن؟ ماليزيا دولة مسلمة تتبع القرآن الكريم. لا دولة مسلمة، السويد دولة مسلمة عادي. انتوا حسب طيب دينكم. طيب اذا انت هنا تتكلم عن نماذج ناجحه وتتكلم عن نماذج فاشله، اذا هذا الحكي معناته لا ما له علاقه. لحظه كلمني عن نعم. عن 22 دوله عربيه، ما هو النجاح، ما هو الاختراع اللي قدمته؟ اذا هون انت تتكلم عن العرب مش عن الدين استاذ محمد. الدول العربيه فاشله، لا يوجد عرب بدون دين ولا يوجد دين بدون عرب. ليش استاذ محمد؟ ليش هلا الديانه المسيحيه فقط لاوروبا؟ هي الفلبين دوله مسيحيه، والفلبين دوله فاشله. لا انا اشير الى ان الدين ليس له علاقه بالنجاح والفشل. طيب انا اول شيء سامحني انا برا، شوف انا اريد ان انهي الحديث ما لانه يعني انا برا صدقا، وبدي ان شاء الله ارجع التقي بحضرتك ونتكلم بشكل اوسع وبتشرف فيك باذن الله. تمام شكرا حبيبي. شكرا كثير لك. شكرا شكرا. باي باي. الله يخليك. باي باي. باي باي. باي باي. وعليكم الباي باي. الو مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير استاذ مازن، ان شاء الله انتم بخير. مساء النور يا هلا. كيفك يا استاذ محمد؟ ان شاء الله كله تمام امورك تمام. انت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. انا خالد سني بوشيعي. انا سني كردي استاذ محمد من المانيا. كردي وسني؟ كردي وسني والله هيك تعلمونا. انا بعرف انه هذا الكلام مش صحيح كثير. بتصلي؟ والله مرات ايه مرات لا، يعني بصراحة ما بتصلي انت، شو هذا النصب؟ انا مش جالس في محكمة شرعية، انت ما بتصلي. تسلم استاذ محمد. انا حكيت معك قبل، يعني قبل مرة دخلت بثك ونستفيد منك والله، يعني بكل واحد يكون صريح يعني بس المشكلة انت انسان فاهم وانسان واعي، بس الانسان اللي بيحكون معك ما يفتهموا شيء، ما اعرف شلون تقدر تناقشهم. يعني مثلا انا اقول لك انا مسلم كردي، تعرف قضيتي اكثر من عندي، وانا ما اعرف كيف اقدر اناقشك وعلمك اكثر من علمي، واحتراماتي للجميع مو الكل، بس الاغلبيه اللي تناقش معاهم ما بيعرفوا بالدين الاسلامي. بالدين الإسلامي ما بيفهموا أي شيء. الكلام اللي أنا سمعت منك كله صح، بس ما سمعت من غيرك. عادي جدا ولا يهمك. إن شاء الله أنا والأستاذ مازن بصددنا نفتح مدرسة راح نعلم الناس إنه يتعلموا الدين الإسلامي ويلتزموا بالدين عشان يدخلوا البثوث نقدر نناقشه.
ما صعب والله صعب، يعني أنت كل هذا التعب اللي أخذته، وعلى أكيد الدين الإسلامي اللي أنت تقول عليه كله صح، بس أي واحد يجي يناقشك ما يقدرك، ما يقدر عليك، لأن هو ما يفهم دينه أكثر ما أنت تفهم. مثلا كيف أقدر هلا أناقشك وأنا ما أعرف عن ديني؟ أوكي احتراماتي للكل يمكن يعرفون أكثر مني، بس الأغلبية اللي أنا صار أتابعك من زمان، الأغلبية اللي يدخلوا معاك لحد هذا اليوم ما بيعرفوا نص اللي أنت تعرف عن دين الإسلام، وكيف يقدرون يناقشوك؟ كيف يقدرون يحاولون؟ عادي جدا، ما هو أنت لو اعتمدنا على كل واحد يعرف دينه ما راح يبقى لنا إلى أئمة المساجد، وأئمة المساجد معطينا ظهورهم يعني. إيه بيقولون إذا ناقشت عالما غلبته، وإذا ناقشت جاهلا غلبك، لأن الجاهل ما يعرف كل شيء. لا لا عادي، هذا ما يعرف. بيعرف. بيعرفون. ما في جاهل وعالم. شوف أنا خليني أقول لك شغلة أخي خالد، الجاهل قد يكون هو فقط شخص يجهل الأمور في الدين الإسلامي، مش الجاهل في عقله. يعني أنت مثلا كم عمرك تقريبا؟ أنا عمري 49. مثلا 49، أنت مو جاهل، أنت 49 شفت فيها ياما أحداث وأمور وتاريخ. بس أنا 30 سنة بألمانيا. معلش أنا صار 30 سنة بألمانيا يعني عمري. لا لا ما في مشكلة، حتى لو أنت بألمانيا، حتى ولو كنت في موزمبيق، أنت هذا 49 سنة أنت قضيتها اكتسبت منها خبرات كثيرة جدا، تعلمت منها أمور كثيرة جدا، مش بالضرورة تكون تعلمت الدين، تكون تعلمت أمور في التجارة، في الحياة، في المشاكل العائلية، في الأصحاب، في الأصدقاء، في كذا. فما يوجد إنسان هو جاهل فقط هكذا، جاهل ما بيعرف أي شيء، ولكن يوجد إنسان متعصب لجماعة، لطائفة، بدون ما يفهم هذه الطائفة، لأنه هو بيحس أنه هو ينتمي لهذه الطائفة. فبالتالي هذا التعصب احيانا يصير مشكله في انك انت تفهم ايش اللي بيصير، ولكن الناس مش جاهله بالكليه، لذلك احنا نقدر نتكلم حتى مع الناس اللي بيجهلون الشريعه الاسلاميه، لانه احنا ما بنعتبرهم ناس ما عندهم لا عقل ولا اي حاجه يعني، ما بالعكس يعني احنا بنشوف انه كل الناس لديها مقدار من العقل ما تستطيع ان تفرق وتميز به امور كثيره جدا في حياتي، من الامور الاساسيه اللي لها علاقه بالدين. أكيد أستاذ محمد، كان عندي سؤال إذا بلا ما أريد أخذ من وقتكم كثير، بعرف الناس على الخط. أنت سمعت منك أنت كنت بتقول رسول كان يعني ما بعرف يروح عن زوجاته كلهم مع بعض ويسوي بنفسه مع بعض في نفس الليلة، بنفس الليلة، بس كيف أما يعني على مود النظافة وهيك، وكيف أمر على المسلمين يعني يوضعوا 5 مرات ويصلون، يعني يسوون نفسهم نظافة، يعني 5 مرات يسوون وضوء، يعني حاشا تروح على التواليت لازم تسوي وضوء، يجي شيء منك تسوي وضوء، يعني 5 مرات باليوم تسوي وضوء. كيف أمر؟ هو ما كان يعمله في النهار، هو كان يعمله في الليل، يعني على أساس أنه يروح يطوف على هاي وهاي وهاي وهاي. بس المشكلة أنت تقول أنت كلنا رياجيل ولا حياء في العلم ولا في الدين ولا في الطب ولا في عند الرجال طبعا. فهناك نقطة مهمة جدا، الرجل عندما يروح يجامع امرأة على طول بعده تقريبا بده يروح يعمل تواليت يعني. فأنت تصور أنه هذا المسكين كان يروح يجامع 11 مرأة في نفس الليلة، يعني معناته على الأقل كان بده يروح يعمل تواليت 6-7 مرات باليوم، يعني بالليلة هذه و6-7 مرات هذه وهو يعيني ما كان عنده تواليت. يعني كان عنده، هما شو كانوا بيعملوا لما يكون بده يعملوا تواليت؟ بيطلعوا برا المدينة، بيروحوا إلى قولهم هكذا حفرة، بيروحوا يحطوا فيها البتاع ويروحوا يعملوا التواليت تبعهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدوب، يعني بيدخل عند مثلا عائشة، يلا عائشة خلصتي؟ يلا. بيركض على آخر المدينة بز يفك حصرة وبعدين يرجع، يلا حفصة جاهزة تك تك تك، وبعدين يطلع لعند برا المدينة وز، ويروح يشتغل هكذا يعني، رايح جاي رايح جاي. بعدين الأخيرة المسكينة اللي بقت في آخر الصف اللي يعني دورها آخر واحد، هذه عيني يعني كانت تنام مع واحد طالع من علبة سردين يعني. اوكي شكرا اخ محمد. ولعت وين طلع هذا ال5 صلوات و5 مرات وضوء بالنهار والليل مثلا؟ اي صلاه تسوي او لو تنام؟ تعرف كيف الموضوع، هو اغلب الصحابه ما تعتقد انهم كانوا يتوضون حقيقه، ما حدا كان يتوضي. يعني مثلا الصحابي اللي كان يطلع منه ضراط او فساء مثلا، تعتقد انه هذول كان كل شويه يروحوا يتوضوا؟ يمكن واحد او اثنين منهم، اغلبهم ما كانوا يتوضون بدون، لازم يصلون بدون وضوء ولا حتى يمكن بدون غسل، يعني اذا ما حدا شافهم اصلا.
انت تعتقد ان هذول الصحابه شنو كان ما عندهم شيء غير انهم بيروحوا يمسحوا مؤخراتهم ويروحوا يصلوا؟ ما فيش هذا الكلام. ما كانوا الا اذا كانوا عرفوا انه في واحد شافهم راح عمل حمام وكذا، وقتها يروح يقول يا الله يلا يروح يتوضا. يعني ما الناس ما كانت تتوضا بهذه الطريقه. تعرف هذا فيلم الرساله وبعدين عملوا هذا الكلام والميه بتنزل من مثل ما المساجد، هذا كله كذب، ما كانش في هذا الكلام. بل في المسجد ما كانش فيه لا ميه ولا من يحزنون، يعني كلها صحراء كانت، كلها صحراء. مش صحراء هو، فقط هكذا منطقة كذا في عندهم بير في منطقة ما وكذا، ويروحوا يجيبوا منه مي وكذا. يعني ما فيش هذا الـ الرفاهية، الماء ما كانت موجودة في هذه المجتمعات. شكرا أخ محمد، شكرا أخ مازل، إن شاء الله نستفيد منكم و... شكرا، ليلة سعيدة إن شاء الله. ليلة سعيدة على حبيبي، السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا، كيف الحال؟ أنا بخير، تسلم، أنت شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. قل لي يا نزير، أنت سني ولا شيعي؟ أنا مسلم. إيه بس سني ولا شيعي؟ مسلم، بس مسلم، أنا مسلم بتبع كل المذاهب. أنا في عندي سؤال. ما عليك، قل لي أنت سني لو شيعي. أنا سني، سني بتبع السنة. لكن أنا عندي سؤال حاب أسألك إياه. الحين إذا واحد سرق مالي، تمام، وقتل واحد من أولادي، وانا ما بعرفه، ما اعرفه مين، وبعدين عرفت انه الشخص هاد سافر طلع على امريكا، اوكي، وانا ما بحسن بوصل له. طب هذا مين بياخذ لي حقي منه؟ ولا حدا صراحة. نعم، ولا حدا راح يدخل الجنة هذا الشخص. يعني طب ومالي أنا؟ هذا المال اللي أخذ لي إياه يعني، واللي راح عليك مع الأسف. يعني ما في حق، ما في، يعني لما بيموت أنا أموت، ما راح نتقاصص؟ لا لا، ما راح تتقاصصوا. ليش؟ ما تفضل، لأنه هو راح يسلم ويدخل الجنة بعده. مو في عدالة؟ وين العدالة بتتحقق إذا ما مسكت الشرطة في الدنيا؟ لا، ما هو ما في عدالة، هو العدالة عدالة الله سبحانه وتعالى، إنه الكافر إذا قتلك وأخذ مالك واغتصب أهلك. لا لا، أنا بحكي على واحد ملحد. لحظة، 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 الكافر، الكافر، اثنين ملحدين، اثنين ملحدين. لحظة، الكافر الذي يقتلك ويقتل أهلك ويأخذ مالك. اثنين ملحدين. لحظة، بتكلم أنا لسه. الكافر الذي يقتلك ويأخذ مالك ويغتصبك ويغتصب أهلك ثم بعد ذلك يسلم راح يدخل الجنة. أنا بحكي على اثنين مش مسلمين. ده هذا تروح تسأل فيه في ال ال في شريعة الملحدين. يعني أنا مش ملحد، أنا إنسان مسلم، أنا أكلمك عن الشريعة الإسلامية فقط. لا، أنا بدي أسمع وجهة نظرك أنت. ما أنا ما بعرف، ما قريت شريعة الملحدين شو موجود جواتها. وإذا اثنين مسيحية؟ هذا كمان ما بعرف شو بيقولوا المسيحيين في ذلك. ممكن تروح تسأل. اثنين مسلمين، اثنين مسلمين. المسلم يروح يدخل الجنة على طول، كل ما سرق وقتل أكثر راح يدخل الجنة. وما في رد المظالم والحقوق؟ لا لا، ما في. طيب شكراً لك. أهلا وسهلا، كل يوم تعال. هل حلال للأكراد أن يعملوا ثورة والسوريين حرام عليهم؟ هل حلال أو حرام؟ يا قائد ثورتنا على دربك طوالي، هل حلال على دربك طوالي وحرام على دربك طوالي يقتلوا كم واحد يا رافع رايتنا بتطبل له الاشكال العالي
خفاقه في العالي. جاوبني لا لا تهرب لا تهرب. ما راح ابد يهرب صراحه. خلاص انت اخذت مكان اكثر من مكانك اليوم يعني. هذا عنده مشكله مع ما ادري مين من الجماعه الاكراد زعلوه، فهو بيعتقد انه انا جالس بناقش القضيه الكرديه. ولا يهمك، راح اصير اتكلم في القضيه الكرديه واحرضهم عليكم اكثر، وخاصه على الثورجيه السوريين. هؤلاء الاكراد هم عقلاء ما بيحتاجوا يعني. مين عندنا بعد من الأخوة؟ الحمد لله على نعمة الثورة. مساء الخير. يا هلا، مساء النور. كيف يا أستاذ صالح؟ كيف؟ كيف حالك؟ أنا طيب، تسلم لي. وردة، أنت شلونك؟ الله يسعدك. طبعا معك مسلم سني الحمد لله تعالى. كل الهلا بيك. قل لي شو اسمك أخي، بشو ناديك؟ عصام، عصام اسمي. لونك يا عصام. الله يسعدك. يسعدك حبيبي. والله بس في عندي استفسار. نتكلم اليوم يا عصام. عن شو تحب؟ لا بس أنا كنت أنت تناقش قبل شوي يعني البنت هاي اللي طلعت بعرفش من وين، من بغداد اسمها ما بعرف. المهم. أتركك من الأخوات يعني. لا 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 لا. بس لحظة. لا 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 لا. أتركك من الحديث عن أي شخص آخر. أنت تطلع تتكلم بالموضوع اللي أنت تريد تقوله. هل تؤمن انه في يوم اخر ولا لا؟ طبعا اكيد في يوم اخر وفي يوم اللي بعده كمان. نعم، وكل الناس على الجنه يعني؟ طبعا اكيد. طب يعني بدي اسال، انت بتحكي انه هو من روح الله، طبعا احنا مع هذا الحكي وانا معك في هذا الحكي تمام، بس هلا بدي اسالك سؤال انت كمحمد صالح، يعني اللي بقتل اهلك، اللي بقتل اختك، اللي بقتل اختي، اللي بقتل عيلتي الى اخره، هل ما هل استنى لحظه بس لحظه. انا بعطيك الخلاصه، كلهم راح يدخلون الجنه. شو هالإيش يعني؟ إيش مش فاهم كيف يعني؟ كيف أنت حكمت هذا الحكي يعني؟ اللي بقتل أختك إذا ما يعني إذا حاكمته كمان بالدنيا، وإذا القضاء حاكمه خلص ما فيش له عذاب بالآخرة يعني. اللي بظلم بعض، إذا أنت ظلمت أختك من الورثة يدخلون الجنة حسب الشريعة الإسلامية. لا مش حسب الشريعة الإسلامية، هذا تناقض بصراحة من مخك هذا الحكي، مش من الشريعة الإسلامية. هل قتل المسلم يخليك ما تدخل الجنة؟ ايش ايش بس عيد السؤال. قتل الانسان المسلم يمنعك من دخول الجنه؟ طبعا غلط. موجود احاديث وموجود في القران كمان. اجيب لك انت اسمعني طيب. افضل من هذا، الصحابه كانوا مبشرين بالجنه وقتلوا بعض. قتلوا بعض؟ لا لا الله. طب هلا انت عمالك انت، طب انت بس اعطيني مجال احكي. اعطيني مجال. لا 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 لا، طلحه والزبير من العشره المبشرين بالجنه قتلوا على يد المسلمين وقتلوا مسلمين، وعلي بن ابي طالب على من العشر المبشرين بالجنه وقاتل طلحه والزبير من العشر المبشرين بالجنه. اذا جبنا لك احاديث القران بتحكي علينا انه كذب، بس اذا انت بتحكي بحكي انت يعني كل شيء صح منزل انت. القران واضح جدا، القران لا ينفي اسم الايمان من الذي يقتل المسلم، ولذلك قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما نفى عنهم اسم الإيمان رغم أنه أثبت لهم صفة القتال، فبالتالي القتلة من المسلمين كلهم راح يدخلون الجنة. هذا طبعا أنت لا رحت لتفسير ولا روح بس لمخك يعني، أنت فسرتها كيف. أنا إذا بدي أفسر لحظة بس لحظة لما أتكلم لا تقاطع. أنا أعطيتك مثال من الصحابة ممن بشرهم النبي بالجنة، وأعطيتك مثال من القرآن ممن أثبت لهم صفة القتال ونفى وأثبت لهم صفة الإيمان في نفسه. هو موجود في الآية فأصلحوا بينهم، صح ولا لا يا؟ لا، حتى هو أثبت لهم صفة الإيمان قبل الإصلاح. أو خلاص بدخلوا الجنة يعني، إذا قتلوا بعض وإذا ظلموا بعض بدخلوا الجنة. كل من يريد أن يتحول إلى قاتل ومجرم وكذا طالما أنه مسلم خلاص راح يدخل الجنة. أسأل الله أن ينظر في أمرك يا. أعطيك مثال، النبي محمد نفسه كان قاتل، الصحابة كانوا قتلة مجرمين، كلهم راح يدخلون الجنة. تمام تمام، كل الاحترام لك يا أستاذ محمد. يعني مثلا أعطيك مثال، خالد بن الوليد راح يدخل الجنة ولا لا؟
محمد يعني بديش احكي اكيد يعني هذا إشي بيرجع لربنا بس يعني من الاحاديث الاكيد يعني قال خالد بن الوليد كان رجل مجرم قتل انسان مجرم انسان مسلم وزنى بزوجته وهذا على كلام عمر بن الخطاب قال له قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته شفت فبالتالي خالد بن الوليد مع غير خالد عمار بن ياسر مثلا عمار بن ياسر كان رجل مسلم صحابي راح يدخل الجنة ولا لا عمار بن ياسر والله ما سمعت من قبل انا غير مثقف كثير بصراحة يعني مش انه عمار بن ياسر تعرف الصحابي الجليل النبي محمد مدحه وقال عمار تقتله الفئة الباغية وعمار قتل المسلمين في جمل وفي صفين فبالتالي المسلمين من 1400 سنة هم بيقتلوا بعض لأنهم ليش انهم عارفين انه عملية انك تقتل انسان مسلم عادي جدا يعني في النهاية انت راح تدخل الجنة ما حدا يقدر ينكر هذا الشيء وانت بما انك انت رجل سني عقيدة اهل السنة والجماعة انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله وهون ما تقصديه يا استاذ صالح لحظة هو مجرد ذنب وكبيرة فهو تحت المشيئة ان شاء الله غفر له وان لم يشاء لا يغفر له يعني وانما يعذبه ثم بعد ذلك يجعله في الجنة وهون بحكي لك يا محمد صالح كل المسلمين مآلهم في النهاية الى الجنة طب هو ما هو بيحكي لك ما تقتضيه العقول السليمه يعني انت يعني بغض النظر عن اللي حكيته تمام بغض النظر يعني عن كل اللي حكيته انا هو الصميم عقيده اهل السنه هذا قاله الامام الطحاوي يا عمي عرفت كيف كل علماء السنه وكل اهل السنه يعتمدون كلامه في عقيده اهل السنه عرفت كيف وهذا الذي قاله ابن تيميه وهذا الذي قاله الامام الجري وهذا الذي قاله كل علماء السنة الإمام أحمد وكلهم لا يستحلون بالقتل ولذلك لم يكفروا الحجاج ولم يكفروا أبو مسلم الخراساني ولم يكفروا يزيد ولم يكفروا قتلة الحسين ولا كذا كل هؤلاء الناس كلهم مصيرهم إلى الجنة لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية تجعل منا قاتل وحرامي ومجرم ومغتصب وأنت في النهاية راح تدخل الجنة بس والله كل اللي بتحكيه يعني مش عارف صراحة أنا كيف يعني أنا أعطيتك أدلة أنت ما بحكي لك أنت ما أعطيتني مش أدلة هاي مش أدلة أنت عم بتروح لعمالك أقسم مش عارف أقسم بالله يعني الآية دليل في الحديث دليل الذي بشر به الصحابة بالجنة عرفت كيف وهؤلاء كلهم راح يدخلون الجنة مو بكيفك أنت طب ايش رايك في الايه اللي بتحكي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق من قتل مظلوما فقد جعلنا طب اصبر ليش خليني اكمل طيب بس بعد اذنك استنى شوي اصبر ما وانا فاهم انت شو بتقول انت اللي مش فاهم انا شو بقول لذلك انا بوقفك يعني عشان ما تسترسل لانه انا بعرف شو بتقول هذه الايات هو فيها تحريم القتل وليس فيها ان القاتل يدخل النار ويبقى فيها مخلدا او لا يدخل الجنه كل هذول الناس راح يبقون يدخلون الجنه في النهايه وهذه عقيده اهل السنه ان كنت سنيا يعني خلاص تمام شكرا لك كل يوم تعال الله يسعدك سلام عليك السلام يا هلا والله انا بعرفش اطلع ابو اوكي ابشر مرحبا عليكم المرحبا كيفكم؟ الو مين معانا؟ انا يوسف طلعت معك مرتين اذا بتتذكرني يعني هلا يوسف هلا كنت سني ولا شيعي يا يوسف؟ سني طبعا الله عن شو تحب نتكلم يا يوسف؟ هلا في آيتين بالقرآن ما أعرف إذا مروا عليك الأولى بتقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حط بين قوسين حتى تضع الحرب أوزارها الآية الثانية بتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه ملهاش قيمة لأنها منسوخة اللي مثل هذه كلها نسخت بآية السيف
وكلاتهم بتتحدثوا على القتال. لما يدخل باللغة العربية حرف الألف مع الفعل. أنت أنت سني يا شو كان اسمك يوسف؟ إيه. أنت كن السني صح؟ طبعًا. سني يعني تؤمن بأن ما في البخاري ومسلم هذا من أحاديث النبي محمد صح؟ طبعًا. وتؤمن بأن النبي محمد قال من بدل دينه فاقتله. في هون الآية عم تقول حتى تضع الحرب أوزار. هذا حديث لعبة. النبي محمد انت قال هذا الحديث برايك ولا لا؟ قالها قالها بس في حاله الحرب. لا لا من بدل دينه فاقتلوه في حاله الحرب؟ نعم. وين 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 في حاله الحرب؟ مين قال هذا؟ هو كل احداث القتال كانت لا زمان بدل رسول. دينه فاقتلوه مش قتال. هذا امر بقتل لعله تبديل الدين. ايش دخل الحرب في هذا؟ هي في كانت حاله من الحرب بينه وبين وين وين موجود هذا؟ اعطيني اعطيني المصدر معلش. شو موجودة؟ وين هذا المصدر؟ وين وين هذا اللي كان موجود فيه؟ هذا كانت في حالة في موضوع الحرب. وقت اللي فتح مكة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت الحرب. متى قاله النبي محمد؟ قبل فتح مكة. أيوة. وين وين المصدر هذا تبع هذا الحديث؟ مو وصلت في مصدر، هي الأحداث هيك هيك سياق الأحداث إنه كانوا بحالة حرب. والآية عم تقول حتى تضع الحرب أوزارها. يوسف بعد معليش اترك الآية على جنب. حديث من بدل دينه فاقتلوه ملوش علاقة بالحرب، له علاقة بماذا؟ انك انت غيرت دينك تقتل صح؟ لا ما كانت انت تعالي على سنة مثلا الصحابة الخلفاء الامويين العباسيين الصحابة. النبي محمد امر الصحابة بانهم يقتلوا من ارتد عن الاسلام. حروب الردة كانت لشيء يعني بعد بعد اللي هي لا مش حروب الردة يمنعوا الزكاة مش حروب الردة. أمر بقتل من؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح صح؟ هذا هذا بن أبي السرح مو هذا اللي كان يقول الرسول إنه هذا كذاب يعني له ادعى عن الإسلام. إيه بس مو هذا اللي كان يقول للرسول أنا كنت كان الرسول يقول لي اكتب إن الله عزيز حكيم اكتب يعني عم يألف يعني عم يكذب انه عم يقول ارتد عن الاسلام يعني مثل ما اي شخص يرتد عن الاسلام بالضروره هو يقول ان النبي محمد كذاب. ايه بس ارتد وعاش حياته شيء وارتد وقال هذا الرسول كذاب وانا عم اقول له هيك محمد امر بقتله ولا لا؟ لانه عم يفسد يعني عم يفسد. الموضوع ملوش علاقه بالحرب وفي حاله الحرب وفي حاله الافساد. اما هيك واحد ارتد وخلاص هذا الحرب موضوع ثاني يوسف. موضوع الحرب موضوع ثاني ولكن موضوع انك انت تاتي وترتد عن الاسلام هذا حكمه القتل في الاسلام بغض النظر انت محارب او غير محارب. بس ما بس في حال هذا ارتد وما عمل شيء مسيء للاسلام هو حر بحياته يعني مثلا مش حر. هلا سؤال عمر بن عبد العزيز محمد قال من بدل دينه ما قال من حارب دينكم قال من بدل دينه وبدل دينه هذا إذا أنت أردت أن تلصقه بالحرب لابد لك من 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 قرينة واضحة في ذلك. ما توجد هنا قرينة. تبديل الدين بحد ذاته موجب لماذا؟ موجب للقتل. ولذلك هذا شرحه الحديث الثاني قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث. من؟ قال النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لديني المفارق للجماعة. يعني أنت مجرد ما تفارق جماعة المسلمين وتقول أنا لا أؤمن بهذا الدين أنت يستباح دمك. إيه لو أنه مثل ما عم تحكي كان قال بس التارك لدينه ما على المفارق الجماعة يعني في صنف من أصناف من زيادة التأكيد. لا لا مثل ما قال إياك نعبد وإياك نستعين رغم أن الاستعانة من العبادة. لا على مثل الشيعة بيعبد والله بس ما بيستعينوا فيه. نعم مو كيفك هذا هذا هو هكذا يعني شغلة بدها دراسة عرفت بس لما هذا الكلام وبتعرف كل وين الغلط بس ولكن عملية الردة مثل ما ذكر الفقهاء الأربعة ما لهش علاقة بهذا الكلام. أنت الآن لو أنكرت الصلاة واحدة أنت هذا كافي لأنك أنت يستباح دمك صح؟ بس الصلاة عمود الدين هذا الصلاة يعني لا هو مش محارب أنت مش محارب على فكرة عرفت كيف؟ أنت فقط أنكرت صلاة واحدة. أنا الآن لو أنكر يعني ظليت أصلي كل صلوات حياتي وظليت أني أؤمن بكل الصلوات في حياتي وملتزم بها
ها وصليت صلاة العصر في يوم من الأيام وقلت أن هذه صلاة العصر تبع اليوم مش واجبة، هذه صلاة العصر تبع اليوم اللي مش واجبة كافية لاستباحة الدم حتى أرجع عن ذلك. بس الدين الإسلامي مو بهالشناعة يعني الفظيعة، كان ما حد اتبعه في زمان الرسول، كان في يعني مثل قصص أو شغلات هيك حدثت، صدر حكم بهالشيء هذا ما بيتعمم على كل كلام. بس اقرأ لي المصدر معلش. مو كل شيء له مصدر يعني، هذا الشيء بيتاخذ من السياق. انت شو بتقول يوسف؟ شو يعني مو كل شيء له مصدر؟ لكن انت تتكلم اذا كلام خالتك وخالتي ما عندي مشكله، اجيب لك خالتي راسقيه وانت شوف جيب خالتك نعيمه، لا نحن مع ويجلسوا مع بعض خالتي وخالتك واحنا نترك البث وخليهم يدخلوا في بعض رادح يعني عادي. تفضل استاذنا. نحن عم نحكي على مثلا الصحابه كيف عاشوا بعدهم. الأستاذ يوسف قال حركة الجملة بس أنت ما انتبهت لهاش في أول النقاش خالص. أنت بتسأله فين المصدر؟ قال لك أنا المصدر، بس حضرتك ما سمعتهاش. قال أنا المصدر؟ لا ما قال. لا ما قلت أنا المصدر، ما قلت أنا المصدر. في بداية البث لما الأستاذ محمد صالح قال لك فين المصدر الكلام، قلت له أنا المصدر. شو يعني؟ لا ما قلت أنا المصدر، لا غلط. أنا قلت أنه ما ضروري كل شيء له مصدر مكتوب عن حياة الصحابة. عمر بن عبد العزيز لما أسقط الجزية وين هذا؟ في هذا مو من الاسلام. لك عمر بن عزيز وين حر اوقف سب المصدر؟ سيرة عمر بن عزيز ما بتعرفها؟ لا لا بعرف، واعطيني المصدر ما عندي مشكلة. ما بعرف المصدر انا ك يعني. وبعدين معاك انت رح نقضيها هكذا يا يوسف؟ ما قلت الكلام عمر... الكلام اللي هو من بيت خالتك وخالتي انا ما عندي مشكله، اجيب لك خالتي الان اتصل عليها تفتح كاميرا تدخل معانا البث ها للصباح، جيب خالتك وخالتي وخلاص احنا نترك لهم البث ويظلوا يردحوا لبعض للصباح، كل واحد عندهم والله كلام اكثر من الكلام اللي عندنا صدقا. يعني انا خالتي راسقيه هذه صراحه اول ما تفتح لسانها ما بتخلي من بايدن وانت نازل لحد علاوي من الجيران، ما بتخلي حدا ما تعرف، وكل الكلام عندها اثباتات وشواهد عليها وتساليها تقول اني قلت لك. فإذا الموضوع هو هكذا خالتي راسقية تجي تناظرك. فإذا الموضوع هو كلام وقرآن وحديث وشريعة، لا المفروض يكون في مصادر صراحة. طيب اذكر لي الناس اللي انقتلوا لما بدلوا دينهم غير هذا، يعني مجموعة الناس من زمان الرسول لحتى انتهى الحكم بالإسلام. العرانيين، المرأة التي سبت النبي محمد وقتلها الرجل الأعمى. طب شوف، لأنه عم يعني لما عم يتركوا دينهم عم يفسدوا عم يسبوا عم عرفت شو؟ إذا الفكرة شوف يا أخي مش قضية عم يفسدوا، احنا نقاشنا الأساسي أنه قتل المرتد له علاقة بالحرب، بيانت أنا أنه ما له علاقة بالحرب. الأمر الثاني أنه ميفسدوا لأن الإسلام يعتبر أنت بمجرد ما تترك الدين أنت تعمل الفساد، لذلك قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون في الأرض ولكن لا يشعرون. من هم الذين مفسدون في الأرض؟ الذين يكتمون كفره ويظهرون الإسلام، جعل هذا إظهار الإسلام وإبطال الكفر مجرد هذا فساد، لذلك الفساد في دين الإسلام هو أنك مجرد ما بتكون مسلم فأنت مفسد. بس الناس اللي عم تذكرون أنت اللي انقتلوا لأنه ارتدوا، واحد عم يحكي عم يكذب عن الرسول أنه عم يألف آيات، وحدة ثبت الرسول يعني واحد. هو بالعكس هو ما كذب، هو قال عين الحقيقة. ليش نصدقه وليش نصدقه له؟ يعني واحد عم مثل جاسوس يعني دخل الإسلام لحتى على فكرة ما حدا من العلماء المسلمين ولا الصحابة ولا النبي نفسه قال إنه هذا الكلام كذب، يعني هو ما حدا لأنه معروف كذب. هو على فكرة أنت لأنك أنت مش عارف الموضوع، عرفت كيف؟ هو لما كان يجي يقول للنبي، النبي يقول له اكتب رحمن الرحيم، يكتب عليم حكيم، فيقول يا رسول الله أنا كتبت عليم حكيم، فيقول هكذا أنزل. فهو ما كذب. ليش نصدقه؟ ما هو ما روى هذا الكلام، الصحابة الثانيين رووا هذا الكلام. روى عنه؟ مش عنه يعني عنه؟ مش عنه، لأن النبي محمد أظهروا وهم الذين قالوا عن هذا الرجل أنه غير دينه، مش هو. مين كان ببساطة شديد، وهذا الرجل بعدين لما تاب النبي محمد قبل إسلامه. تاب وقال ضل عم يعني يقول انه انا كنت غير على فكره هو
هو يعتبر من الصحابة العدول عندك اللي انت تاخذ دينك منهم. بس هو لما تاب ضل على موقفه انه انا كنت غير بالآيات، انك ما بتعرفه انه يعتبر من المجاهدين الفاتحين كذلك، يعني نشر الإسلام. هذا اللي انت قبل شوية تقول لي ليش نحن نصدقه بهديك الحادثة بهديك. هلا في ناس كانوا كذابين وأسلموا خلص الإسلام جب عنهم كل شيء كل ما سبق، هذا شيء عادي يعني. بس بهي الموقف هذا اللي وهي أنت قلت إنه الإسلام سامحه يعني ما قتله لما ارتد. الإسلام سامحه، النبي محمد اضطر إنه يسامحه لأنه الوزير الاقتصاد تبعه هو اللي كان ماسك الليلة، كان أخوه بالرضاعة يا عيني، فما قدر يخجل عثمان. لأنه يعني عثمان لو كان قتله هذا كان راح يخسر مجاهد جيش العسرة يعني. وعثمان وما أدراك ما عثمان، الرجل الذي قامت الدولة الإسلامية بفضل أمواله. عثمان رضي الله عنه كان يعني من أكثر الناس المحبين للرسول، ما معقول إذا رفض له الرسول هيك يقتله أو يبعد عنه أو يكرهه. أنت لأنك أنت مش دارس القصة، تعرف القصة كيف كانت؟ أن الرسول قال اقتلوا هؤلاء الستة، وذكر أناس أربعة رجال وجاريتين، وقال ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وبالفعل في منهم مرقوب. لا يا عثمان شفاله. لحظة يوسف لحظة. فشوف شو صار بعدين. فعثمان إجا راح لابن أبي السرح وقال تعال يهبل، أنا راح أوديك تروح تبوس الأيدي والرجل والأرجل وتقول إنك أنت جاي تسلم، أوكي؟ فقال أوكي. طبعا هو مهدور الدم، فإجا النبي للنبي محمد قال يا رسول الله هذا عبد الله بن سعد، يعني عثمان كمان مش قليل يعني، حطه في موقف زبالة صراحة. قال هذا عبد الله بن سعد جاء ليبايعه، يعني إيش يعني يدخل الإسلام، لأن البيعة كانت على الإسلام. فالرسول الله عليه الصلاة والسلام شو بيعمل؟ يعرض عنه، عرفت كيف؟ بيعطي ظهره كذا على أساس عامل نفسه من شو بتقوله من بنها، على أساس مش فاهم الليلة. تحت حياتي واحترامي لأهل بنها، ما أقصد أي كلام غلط يعني. والثانية المرة الثانية قال يا رسول الله أن هذا عبد الله جاء ليبايعك، فالرسول يعرض عنه الثانية. ثم المرة الثالثة قال يا رسول الله هذا عبد الله جاء يبايعك، أخذ النبي يده وقال فقال أبايعك وأشهد أن لا إله إلا الله والديباجة. بعدين الرجال خرج مع عثمان، بعدين الرسول قال لأصحابه يعني أما كان فيكم رجلا امرأ حين رآني أعرض عنه فيستبخ بسيفه؟ فقالوا يا رسول الله ألا أومأت لنا؟ فقال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين يا بهايم. هذه بهايم من عندي، لا تعرف ليش؟ لأنكم أغبياء، ما فهمت الليلة، لازم أنا أعمل لكم كذا؟ ما أعمل لكم كذا، غلط. النبي بيأمر بالقتل بس ما بيعمل كذا، يعمل كل حاجة إلا كذا، عرفت كيف؟ فالفكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان واحد من هذول اللي كانوا جالسين عنده قام وفهم، وما كانوا بطيئين فهم، وفهم إشارة الرسول اللي أعطاهم إياه مرتين وسل سيفه وقتله، ولا كان بيفرق مع لا مع النبي ولا مع عثمان ولا لحظة يخرب بيتك يا يوسف، شو عملت أنت؟ دمر الموضوع، اختصب الموضوع، اختصب عثمان على ابن أمه بيسر على الردة على الحديث على السيرة النبوية كلها. يا رب بيتك يا يوسف شو عملت فيه لك؟ ويجي يقول لك الله لا، هو يعتقد أن الموضوع هكذا بهذه السهولة. يا عمي أن النبي لو كان واحد قتله خلاص راح دم صاحبنا عبد الله، ولكن لا أعتقد أن الصحابة كمان عثمان، والله إذا أنا أؤمن من نظريات المؤامرة أقول أن عثمان كان راشي الصحابة كذلك اللي كانوا مجلسين في هذه المجلس. يقول لكل واحد جاب لهم 10 كيلو تمرات وتقريبا عنزتين هكذا يعني، فبيقول لهم يلا أنت أول ما أدخل اعملوا كذا. لا ممكن، لأن اللي حصل في بدر كان عبد الرحمن بن عوف كان معاه أسير من أهل مكة، كان واخد واحد صديقه اللي كان هو عمل معاه الاتفاق التجاري وهو مهاجر، كان معاه كان خده علشان يأمنه على حياته. وبلال استبق الناس رغم ان عبد الرحمن مأمن الراجل وابنه،
بلال حاول يقتلهم فعبد الرحمن منعه قال له يعني ده أسيري أنت ما تقدرش تمد إيدك عليه. فبلال راح لأن الأنصار ما يعرفوش مين عبد الرحمن بن عوف مكانته ومكانة الأسير اللي معاه. فراح بلال قال لهم قال للأنصار قال لهم تعالوا هذا رأس الكفر. فاجتمع الأنصار مع بلال على الأسير بتاع عبد الرحمن بن عوف وقتلوه رغم أن هو مؤمن وماشي مع عبد الرحمن بن عوف. ده حصل قبل كده. فممكن يكون موضوع أن الصحابة يقتلوا واحد مؤمن يعني واحد من الصحابة الآخرين مأمنه. الكلام ده حصل في بدر يعني. وموضوع الأمان هو هذا. وإيش أخذوا من هذا الحديث؟ أخذوا من هذا الحديث لا يؤمن أحد المسلمين ممن بينهم وبين المسلمين حرب إلا بموافقة الإمام. أي بمعنى ماذا يحصل وإلا وما يعني استدلوا ويعني شرحوا هذه الأمور للمفاسد المترتبة على ذلك اللي هي إيش؟ قالوا أن يأتي واحد من الكفار يدعي الإسلام ثم يؤمن كل أهل الكفر ويدخلهم بلاد الإسلام، وهذا لا يجوز طبعا، يعني هذا في مفسدة لا يخفى على أحد. لذلك من بين المسلمين وبينهم إشكالية لا يؤمن إلا بتأمين الإمام. فالرجل ممكن يؤمن ثم يعرضه على الإمام ويقول يا إمام أنا أمنت فلان، والإمام له الحق أنه يقبل مثل ما فعل مع أم هانئ إن شو قال إن أمنا من أمنت يا أم هانئ، ها، أو يرفض أمانه مثل ما فعل عثمان والذي هو الدليل أنه أعرض عنه مرة واثنين يعني. فهذا هو الصواب أن الإمام يجوز له أن يبطل هذا الأمان، لأنه هذا الأمان الذي يعطيه أحد المسلمين ليس بمعتبر مع من بين المسلمين وبينهم حرب يعني، أو من أهدر المسلمون دمهم. بالإضافة طبعا إلى موضوع الردة، هذا موضوع يعني مشكل. لماذا؟ لأنه هل المرتد هل له توبة بعد القدرة عليه؟ لأنه والصواب أنه ليس له توبة بعد ذلك، يعني المرتد المحارب أنا أقصد وليس المرتد الذي يسمى الردة المجردة. المستتاب ليس المستتاب تقصد؟ لا المرتد هو يقسمون إلى اثنين، الردة المغلظة هذا الذي يسمى المرتد الذي يعني يكون من أئمة الكفر أو يكون من المحاربين إلى آخره، هذا لا توبة له قبل القدرة بعد القدرة عليه، وإنما يقتل في كل الأحوال يعني إلا إذا طبعا تاب قبل القدرة عليه. أما المرتد العادي فقالوا لا، هذا الذي يؤتى به ويستتاب وكل هذا الكلام. والدليل على ذلك أنهم استشهدوا بأن المحاربين الذين كان يقاتلهم يعني خالد وأبي بكر والصحابة وكل هؤلاء الناس ما كانوا يستتيبون أحد الناس، بل كانوا يعاملونهم كلهم معاملة واحدة ويقتلون يعني أسراهم. وهذا ما فصله شيخ الإسلام يعني في قتال تاركي الزكاة وكذا، وقال أن هؤلاء يعني لما فرق بين أهل صفين وجمل والخوارج وبين المرتدين، قال هؤلاء لا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسراهم ولا يعني شو كانوا يقولون ولا يلاحق مستدبرهم إلى آخره، أي بمعنى أن المرتدين الذين يحاربون يعمل معهم هذا الكلام. فهذا يعني هو باب فقه في باب الردة يعني. مع الأسف الشديد الكثير من المسلمين لما تجي تناقشهم في مثل هذه الأمور لا يعرفون الأحكام الشرعية في هذا، وإن كان هناك يعني بعض الخلافات في مثل هذه الأمور لأن الأمر لا يسلم، ولكن الصحابة كانوا هكذا لمن درس حياة الصحابة وخاصة تلك المرحلة، لأن أغلب الأحكام أهل الردة هي مستنبطة من هذه الأمور يعني من بعد موت النبي محمد، من موضوع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، من موضوع المرأة التي كانت تسب النبي، من العرانيين، من ردة الناس العرب، ومن كذلك الخوارج وأهل جمل والصفين، والتفريق بين الحالات هذه. لذلك حتى يعني أن صاحبنا أعتقد مين اللي كان قال هذا، ما أدري إذا كان ابن كثير ولا ابن العربي قال هذا الكلام مش متذكر،
العواصم يمكن قال وقال وقد حصلت من المنافع بسبب الجمل والصفين أن الناس تعلموا أحكام جديدة في دينهم، فلولا هذه المعارك ما تعلم الناس يعني أحكام أهل البغاتي وأعلام أحكام هذا، لأنه وبالفعل يعني لذلك هو الخوارج استشكل عليهم، قال لك أنك قاتلت ولم تسبي في جمل، يعني تتذكر أنت كان من الاستشكالات، فقال يعني وكيف كانت في من ضمن من سبيت كانت عائشة، فإن قلتم وقيل أن علي ناظرهم وقيل ابن عباس، فإن قلتم أنه يجوز سبي عائشة كفرتم بذلك، وإن قلتم لا يجوز فقد يعني بطلت حجتكم على أساس يعني الفكرة يعني فهذه يعني مسائل يعني شرعية على أساس أن هذا ومليانة كتب الأحكام السلطانية والقتال والدين كله. أنا عندي سؤال في الفقه، في فقه السبايا يجوز سبي المسلمات ولا لا؟ والأصل لا يجوز. والأصل أن علي لم يسبي المسلمات، هو علي لم يفعلها بس الأمويين فعلوها لما استحلوا المدينة. لا، هذا مما لا يكون يعني لا تبنى عليه أحكام شرعية. ثم من الأمور، أنت تقصد في الحرة صح؟ أنهم استحلوا المدينة 3 أيام، وقيل أنه يعني حتى أنه هناك يعني قالوا أنه هذه الروايات كلها ذكرها ناس شيعة أو من الواقد وغيره، وهؤلاء ناس لا تأخذ برواياتهم يعني في الأحكام وكذا، لأنه مثلا لا أو سيف بن عمر أو هؤلاء الناس يعني يعني هو موضوع الحرة لا تبنى عليها أحكام شرعية يعني للمعلومة فقط. أولا لأنها ليست من فعل الصحابة، ثانيا لأن الواقع بتفاصيلها لا تثبت، يعني ماذا حصل بالضبط في المدينة ما نعرف صراحة، ولكن مذكورة في كتب يعني هم قالوا أن 100 امرأة حبلت من الزنا أو من يعني من مواقعة جيش يزيد لها يعني، ولكن عند التحقيق هذا الكلام لا يثبت، يعني على الأقل 1000 امرأة لا يثبت، قد يكون حصل ذلك وغالبا هو حصل يعني، وغالبا يعني أنا أستبعد أنه بتكون هناك أنه حدا من المؤلفين يجرؤ أن يذكر 1000 امرأة أنها يعني حبلت لو لم يحصل هناك اغتصاب. وهذا اللي أنا كنت أقوله، هذه الجيوش الإسلامية اللي أنتم ترونها أنهم كانوا أفضل الجيوش كانت من أكبر الجيوش، جيوش في غاية السفاهة وفي غاية الإجرام، من الجيش الأموي بمرورا بالجيش العباسي إلى جيش السلاطين السلاجقة الزنكيين الحمدانيين البويهيين الأيوبيين المماليك كلهم كانوا هكذا، هذه الجيوش أبدا لم تكن محترمة يعني مثل ما يعتقد البعض. أستاذ مازن، أنت لما تقرأ أن يعني يكفيك أنك تعرف أن المعتصم لما بنى مدينة سرة مراء مدينة سامراء بناها بسبب فساد الجيش الذي كان عنده في بغداد، كانوا يأتون ويفسدون ويعتدون ويعملون والناس يعني اشتكت منهم يعني روعوا الآمنين يعني. لكن أنت تتكلم في زمن غير هذا الزمن، أنت تتكلم مثلا واحد يجي بمئة مقاتل تبعه أمير سرية يعني فصيلة كذا بيجي، أنت مستوعب 100 واحد راكب على الحصان إيش يعني؟ هذا رعب حقيقي يعني، وانت تتكلم عن هكذا، فيجي هذا بالمدينة ويجي يضرب هذا ويعمل كذا. وأحيانا هناك روايات مش في زمن المعتصم، ولكن ممن أتوا من بعد المتوكل، هناك روايات كثيرة أنهم كانوا حتى يختصبون النساء، الجيش الإسلامي جيش الخليفة على فكرة. لذلك عملية أن الجيوش الإسلامية اللي لم تكن جيوش عندها درجة عالية من الأخلاق ومن شو بيسموها من التقوى والورع، أبدا لم يكن هذا الكلام. أحيانا يريد أن يصور لك مثل ما في وقعة العمورية تبع المعتصم على أساس، وفي مثل ما في وقعة شو كان اسمها المعركة الكبيرة اللي حصلت في أيام ألب أرسلان، وكذلك في وقعة عين جالوت وكذا، يعملون دراما حول القصة
وأن السلطان قطز نزل على حصانه ورمى بعمامته وقال وا إسلاما، والناس انتفضت. وأنت طبعا في هذه اللحظة وأنت تقرأ هذا الكلام تعتقد وا والجيش والتقوى والبكاء والدموع، كل هذا كلام كذب يعني ما يشيء الحقيقة. قد يكون حصل هذا الموقف يعني أنا ما أنكر ذلك، قد يكون في لحظة الحماسة وكذا والناس أخذت الحمية وكذا والهوية الإسلامية وكذا، ولكن هذه الجيوش كانت من أقدر الجيوش، والدليل على ذلك سلطان قطز لسه ما نشفت ما نظف تراب رجليه من الجهاد، قتله أحد قياداته اللي هو سلطان ركن الدين بيبرس يعني الذي صار هو سلطان المماليك يعني على فكرة. وهذا الكلام كله لسه ما في خليفة يعني على فكرة، لسه كانوا بيدوروا على الخليفة، بعدين إجا سلطان بيبرس جابوا واحد من قالوا إن هذا بني عباس، قال أنت بني عباس؟ قال احلف بالله، قال والله العظيم، جاب التضاوش ما حدا بيعرف، ما فيش كوية ما فيش تضحك، هو بالضبط هو صار هكذا، جاب القضاء وقال قولوا له شوفوا لنا شو هذا، ما في دي ان اي يعني ما شفت تتحقق، قال انا ابن فلان، قال تحقق العلماء والنسابة وكذا ان هذا من بني عباس، على اساس انه ما ينفع الا بني عباس انه يكونوا خلفاء يعني وعملوا خلفاء. الخليفة ايش يعني؟ مثل ملك الدنمارك يعني او ملك السويد يعني، هو فقط هكذا موجود. الخليفة العباسي في 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 مصر يعني صراحة الحالة يرثى لها يعني، وحتى فقط صورة يعني مش الخليفة العباسي هو كان في بعض الأوقات الصورة، ولكن عنده قصر وحشم وكذا. الخليفة العباسي في مصر يعني حتى القصر هذا ما عنده يعني، عنده بيت صغير وكذا، لا عم عايله 4 حراس وكذا، ما فيش حاجة يعني. فأنت تتكلم عن يعني أنت عشان أستاذ نازل أقول لما تقرأ في هذا أنت بتشوف بتغوص في التاريخ وبتظهر يا ميتو صحيحة، لما بتشوف هذه الأفلام والمسلسلات الإسلامية ها وتشوف واو الجيش الإسلامي والدولة ما فيش هذا الكلام يا عمي، ناس مرتزقة. الجيش الإسلامي يعني ببساطة شديدة كانوا مرتزقة، وهذا على فكرة مش من زمن الأمويين، حتى من زمن الراشدين. هذا الجيش الإسلامي كان شو بيعمل؟ فكان أبو بكر مثلا يكتب إلى القبائل في اليمن، إلى القبائل في نجد، إلى قبائل في الحجاز، إلى القبائل في كذا، يقولوا يعني يستنصرهم أنه اذهبوا إلى العراق والتحقوا بالمثنى، التحقوا بسعد، التحقوا بكذا. فهذولا يعني شو بيعمل؟ يجي رئيس العشيرة مع 5000 واحد، 5000 الله خلونا نروح نغزو. شو يعني نغزو؟ يعني نروح نجيب غنائم، نروح نصير من أصحاب الأملاك، لأنك أنت لما تنتصر في مثل هذه المعارك هذول كلهم صاروا مليارديرات يعني، كلها مليارديرات، كلهم بارونات هكذا يعني، تحولوا إلى ناس ما حدا يقدر يعني، أملاكهم صارت بالهبل. وهذا الذي أوصل لما وصلوا إلى هذا الحد صاروا يعني يدخلون في ديار الفرس يعني، وصلوا إلى أفغانستان، ثم بعد ذلك وصلوا إلى أطراف الصين من الشمال وكذا. وهذا أيام شو كان اسمه؟ كان قتيبة بن مسلم الباهلي أعتقد كان هذا الذي على أساس وصل إلى الصين وكذا، وفرض الجزية على ملك الصين وكذا، هذا كلام يعني عرفت كيف؟ ولكن هؤلاء كله ليش يعني؟ يعني كانوا يجلسون في هذه البلدان، يجلسون في هذه المناطق، وهم ملوك وعندهم. أنت تعرف الدولة الإقطاعية، العصر الإقطاعي في لما بتشوفها في كذا، أنت عندك هكذا منطقة كاملة يعني 5000 دونم أو فدان أو ما أدري شو بيسموها، هذه المنطقة كلها كان ملك لشخص واحد. هذا الشخص شو بيعمل؟ يجيب أهل الناس، يجيب عنده جيشه، عنده 15-20 شخص يحكم بهذه المنطقة. هذا 15-20 شخص يخليه بعدين مع الوقت، لأنه الأراضي كلها خراج وتجيله، فشو بيعمل؟ هو بياخذ اللي بده إياه وياخذ اللي يتبقى يرسله للخليفة اللي هو خراج الأرض وكذا. وهذول الناس كلهم عايشين على المزرعة، هم عبيد عنده، مش عبيد حقيقيين يعني، هو ما يملكهم كأشخاص، ولكن هم موالي يعني، هم تبع العمدة عرفت كيف؟ يعني بالضبط هذا نظام العمدة، نظام
البلد اللي عنده نظام السخرة الإقطاع يملك هو بيمتلك الأراضي كلها، لأن هذه الأراضي كلها ملكه، وعنده السيف وعنده السلاح وعنده كل حاجة، واللي يخرج على عليه بيجيبه يربطه ويعذبه ويمكن يقتله بدون ما حدا يعرف ويتهمه بالكفر أو كذا، وكثير منهم أصلا كانوا كفار أصلا يعني ما دخلوا الإسلام، فبالتالي هم أصلا يعني إلا من كان يدفع الجزية ومن كان عنده يعني تحصن بطائفته، سواء كانوا من الصابئة اللي كانوا يسمونهم الكل، طبعا المسلمين ما كانوا يعرفون هذا الكلام، الكل كان عندهم مجوس يعني، على فكرة كل الناس عندهم مجوس يعني، قالوا أن فارس كان فيها 5000 ديانة على فكرة، يعني مش مجوس يعني بشر يعني، أو المسيحيين، هذول كلهم كانوا يأخذون منهم الجزية، هم متحصنين في ديارهم وفي يعني هكذا في قوقعتهم الشخصية الكذا، وجيش الخلافة يروح يذهب ويأخذ كل هذه المناطق، ويجي هذا مثلا أحد الصحابة أو أولاد الصحابة أو أحفاده أو أحد رجالات القبائل يأخذ الدولة ويأخذ المنطقة، هذه منطقة كبيرة شاسعة، وبسبب هذا الكلام يكون جيش، فلما يكون جيش يفرض سيطرته كذا، فيأخذ سلطته من الخليفة اللي بعده فيمضيه على ما هو يقول لقد أصلح البلاد، وكان يعمل جسور ويعمل، مش هو اللي بيعمل على فكرة أستاذ مازن، هو ما بيعرف، هو أهبل. أهل المنطقة فيهم النجار على فكرة، فيهم الحداد، فيهم المهندس، فيهم من يبني البيوت، وفيهم من يعمر الطرق، وفيهم من يصنع السيوف، وفيهم من يعمل كل هذه الأمور، هو صار سيد على هذول الناس، فهو بيمتلك نصف مدينة فيها كل هذول الحرفيين وكذا، ثم شو بيعمل ويكتب للخليفة وقد يعني عملنا هذا الكلام، والخليفة يعتقد أنه هو اللي عمله، طبعا هو الخليفة، والخليفة هو نفسه أصلا متكئ على المسيحيين اللي موجودين في الشام يعني، أو غيرهم يعني، ما عدا الراشدين يعني، فبيجي هذا الإقطاعي، هذا الوالي، ها، فبيجي بياخذ هذا الوضع ويكون جيش من عنده، لين ما الخليفة يصير يخاف منه فيرسل له جيش يقتله، فهذا الأمير تبع الجيش هذا الزبالة يجي يأخذ مكانه، عرفت كيف؟ هذه هي الدولة الإسلامية، قصة الدولة الإسلامية ببساطة جديدة، لين ما ضاعت الدولة الأموية، لما ضاعت الدولة الأموية العباسيين شو إجوا عملوا؟ العباسيين يا سيد الكريم فكروا، قالوا آه إحنا حاولنا نعمل ثورات في العالم العربي، العالم العربي من المستفيدين، ما نقدر نعمل هذا الشيء احنا الان، لو وكان طبعا ابتداء ما قام بهذا الكلام، اللي تنبه لهذه النقطه هو علي بن عبد الله بن عباس، وهؤلاء كانوا منفيين الى منطقه في الانبار وفي العراق وهكذا، مش في اعتقد في شمال سوريا ما ادري بالضبط وين، وش صاير هذه في منطقه الحميمه تسمى تقريبا، فكانوا هكذا موجودين هنا، فاجى هذا عبد الله، عفوا شو كان اسمه، علي بن عبد الله بن عباس، هذا تنبه أنه هذا الكلام ما عنده عقلية استراتيجية هذا الرجل، وكان يرى أنه هو كمان من أهل البيت وكان رجل عالم على فكرة يعني، وعلى فكرة في هذه الفترة أنت ما كنت ترى ناس صيع يمسكون يعني، كله عالم شرع يعني، كله حافظ القرآن، عالم بالسنة وكذا، وعارف الدنيا كيف ماشية يعني، حتى الحجاج على فكرة يعني، وكان مثل ما يقول ابن خلدون أن الحجاج كان هو ووالده ممن يعلمون القرآن، وما كانوا يعلمون القرآن على أنهم مدرسين قرآن كذا، لا، كانوا يعلمون القرآن على أنهم من علية القوم، من سيد القوم، عرفت كيف؟ لأن عملية التعليم كانت موكلة للسادة في ذلك الوقت، مش للصعاليك، مش للناس الكذا، هذا كلام مش كلامي، كلام ابن خلدون في المقدمة، ويشرح هذا الكلام بطريقة رائعة جدا يعني، أنا ما أستطيع أن أتوسع أكثر في هذه النقطة. فكان عبد الله، هذا عبد الله بن علي بن عباس، تنبه أن هذه الدولة إحنا عشان نستطيع نصطدم معاهم علينا أن نخرج من هذه الدائرة، فكان شو عمل؟ صار يراسل بعض حلفاء في وين؟ في أفغانستان، هذول الحلفاء صار يقول لهم أنتوا اعملوا فكرة المهدي، أنه راح يخرج رجل عاضي، وانشروا بين مين؟ بين الموالي، مش بين العرب، كان يعرف العرب ولاءهم لمن؟ لبني أمية، فكان يعمل ماذا؟ يقول لهم تعالوا نشتغل على الموالي. عبد الله علي هذا مات وجعل ابنه، وابنه كان يلقب بالإمام، أستاذ مازن محمد الإمام، هذا
ابنه هذا كان هو الذي كان عمل الليلة كلها وكان عنده ما أدري 12 نقيبا على أساس مثل ما فعل موسى وكذا. وبعدين ابنه هذا جعل ابنه يعني حفيد علي هذا جعله هو الإمام يعني الذي كان اسمه إبراهيم. طبعا الأمويين مسكوا وكان ومات في السجن. ثم آلت الإمامة لمين؟ وكان طبعا أيامها الطبخة استوت في خراسان. كان اللي هو شو كانوا بيسموه ورجل الدولة في ذلك الوقت كان هو هذا الرجل الذي استطاع أن يحشر حوله ويجمع حوله الصعاليك اللي هو أبو مسلم الخراساني. طبعا البعض يقول الخراساني ومش الخراساني والخراساني لأنه من خراسان وما أحد يعرف إيش هو اسمه. البعض يقول هو فارسي والبعض يقول هو ما أدري شنو. والبعض ذهب إلى أكثر من هذا قال هذا كان مجوسي متخفي ولكن هو الظاهر أنه ما كان مجوسي يعني ما كان وكان مسلم وصادق فيه من خلال رسائله مع أبو جعفر المصري. هذا أبو مسلم شو عمل؟ صار يجمع جيش كامل والجيش طبعا مليان حقد على مين؟ على الدولة الأموية. وصار يعمل لماذا؟ لصالح من؟ لصالح الدولة التي اللي فيها الإمام المهدي. ها؟ وطبعا الجيش وطبعا قتلوا وقاتلوا نصر بن السيار وهذا نصر بن السيار اللي كتب للخليفة. وكان أيامها كانت في مشاكل في الخلافة الأموية أصلا نفسها. كان حصلت الخلافة لما مات هشام بن عبد الملك. تهت مني ولا مركز لسه؟ لا لسه مركز. أنا لسه مركز بس الناس عايزين ناخد بريك وناخد حد لو عايز ينقص ونرجع نكمل. أنا لابد أنه حدا يوقفني. أنا بس أنا مشكلتي أنا الآن نسيت البشرية ونسيت أني جالس في البث وبحس أنه أنا جالس مع صديقي جالس أتكلم. أنا مشكلتي التاريخ هذه لما حدا يجي يكلمني فيه أنسى نفسي يعني هكذا يعني هذا معاناتي في الحياة. جيد أنك نبهتني. احنا ابتدينا من عند موقعة الحرة ووقفنا لقيام العباسيين بقيادة ابو مسلم الخراساني. هنكمل بعدها. لا خلاص يكفي والناس مش هذا الكلام الناس ممكن تجي يعني. تحياتي. عم تسمعني عيني؟ انا بسمعك. شو اسمك اخي؟ اسمي لقمان ابراهيم مسلم سني يعني 10% مسلم مش كتير. خير بدي احكي لك بصراحة. انا فبصراحة صار لي زمان بدي اطلع معك شوية. الله يخليك. والله اللي بيعجبني فيك اسلوبك الرائع جدا. هاي قبل كل شيء بصراحة استاذ محمد. بس استاذ محمد بدي اسألك سؤال ولو كانت بريئة. الله يخليك. خدع على عقلاتي مثل ما عم بيقولوا. يعني انت اللي بيعجبني ما عم ترفض الاسلام ما عم ترفض القرآن ولا عم فهمها غلط؟ انا قال فهمنا غلط. أنا فهمها غلط. ما بعرف خيو. خليني أسأل سؤالي بعدك يا أخي. الإسلام يعني أنا برأيي يعني من ولادتنا لبين مجيء الرسول حتى ما مات الرسول يعني معقول ما ساعدت البشرية مثلا؟ ما ساعدت بالحضارة البشرية الإنسانية بالرغم من النواقص وهي الجرائم اللي صارت فيها إلى آخره مثل ما عم بتقول خالد بن وليد ومدري عمر بن الخطاب وإلى آخره. يعني هاي كلها بتضل أحاديثية. بس الحضارة الإسلامية كفكر ما قامت بحضارة الإنسانية مثلا اللي قضت على الـ على الـ على الميسر والربا مثلا شو اسمه الشرب الخمر. يا اخي هاي مو لصالح البشر يعني مو لصالح الانسان يعني. يمكن اول فكر او اول دين على وجه الارض بصراحة يعني وجهت الانسان نحو القيم يعني نحو المبادئ بصراحة. انا معك لا تسألني بعد ما مات الرسول والله الاسلام صار بقشرة بصله. هذا اللي ضرب هذا والتاني اللي ضرب تاني معناته اخذنا ثقافة غلط. ثقافي عندي بغلط استاذ محمد. خلينا نشوف من ناحيتين. الناحيه الاولى احنا لما نتكلم عن الاسلام احنا نتكلم عن الكتاب والسنه مش هيك؟ مضبوط. الاسلام الذي قدمه الكتاب والسنه امر بقتل الناس، امر باغتصاب نسائهم، امر بسرقه اموالهم، امر بضرب النساء، امر بضرب الاطفال، أمر بالاعتداء على الملل الأخرى، وأمر باحتقار الإنسان وسبهم وازدراهم وتعنصر وتنمر حتى على المعاقي.
هذا اللي موجود في القرآن وهذا اللي موجود في السنة. طيب يا أخي آمنا خلينا نقول هاي جملة. لحظة بتكلم لسه بتكلم. النبي محمد نفسه كان يسب الناس، لما واحد يجي يزعله يروح يسبه، لو واحد يجي يتكلم عليه يروح يقتله. بيضل حكي يا أخي، بيضل حكي. لا مو حكي، مو حكي، هذا هو هكذا. عرفت كيف؟ وبالتالي وبالتالي النبي محمد هذا الإسلام الذي نحن نتكلم عنه إسلام عبارة عن فيها جميع القاذورات البشرية مجتمعة في دين واحد. أنت ممكن تروح تشوف عند هذا الدين 10% من القاذورات البشرية، في هذا الدين في 20%، في هذا الدين في 7%. الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة ومنهج أهل البيت جمع كل هذه القاذورات البشرية كلها، حطها لك في شريعة واحدة. هذه أولا. الأمر الثاني نأتي نشوف أخلاق النبي محمد، هل كان أخلاقه يعني أخلاق حميدة؟ لا. النبي محمد مثلا أول ما بدأ بالسب الناس، أول ما كتب لهم قرآن كتب لهم آية قال تبت يدا أبي لهب وتب. أول ما ناقش أراد أن واحد ثاني أنه لم يؤمن بدينه وأنه بيّن أنه كان مجرد إنسان عنده هلاوس قال له أنت ابن العائرة، قال له أنت يعني ابن قحبة بساطة شديدة، قال عتل بعد ذلك زنيم. النبي محمد كان من أكثر الناس يعني قلة وفاء، حتى أنه يعني قال عن عمه أنه رح يكون من أهل النار الذي حماه الذي هو أبو طالب. النبي محمد حتى لما صور لنا الإله صور لنا إله على أنه واحد جالس بيردح في الحارة مثل شخصيات باب الحارة اللي بيقول لك فليدعو نادي سندعو الزباني. لما قدم لنا كتاب، هذا الكتاب جعل الناس يتعلمون المسبات في قاموس المسبات، شبه الناس الذين يخالفونه بالحمير وبالكلاب وبالبهائم، وحتى يعني جعل يسب الناس في إعاقتهم وينعت الناس بإعاقة الآخرين، قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. النبي محمد لما أراد أن يتكلم عن الجنس وصل به الحال أنه كان يفعل الأمور أكثر مما يعني حتى العرب في الجاهلية كانوا يترفعون عن ذلك، وهو أنه يقوم بإباحة ممارسة الجنس من السبايا حتى ولو كانوا أزواجه موجودين، وهذه كانت عيبة عيبة ونقيصة عند العرب. النبي محمد لما أراد أن يضع تشريع لنا في كيفية ممارسة الجنس أجاز لنا حتى ممارسة الجنس مع الأطفال. فهذا هذا الذي قدمه للبشرية. صحابته كانوا من أقذر البشر على وجه الأرض. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة هذا النبي لا فشل في تربية، مش فشل هو، ولكن رب ناس قاطعي طريق مجرمين، وهذا ولا عملوا مجازر في بعض مثل ما حصل في جمل وصفين. وطبعا انت ممكن ما تعرف هذه المعلومات. لا، هذه الشريعة اللي احنا نتكلم عليها ماذا قدمت البشرية؟ هذه البشرية كانت عندها الأهرامات، كانت عندها الحضارة في العراق وفي إيران وفي الهند وفي الصين، كانت عندها الحضارة في بلاد الروم وفي دول أخرى. النبي محمد ماذا قدم من حضارة للإنسان؟ ولا حاجة، بل أقول لك أكثر من هذا، الروم والفرس كانت عندهم تواليتات في ذلك الوقت، عندهم تواليتات، لأنهم كانوا يعرفون أنه الإنسان بحاجة أنه يكون عنده تواليت في البيت عشان أنه بيفضي بطنه وما ينفع يروح يطلع برا البلد وكذا ويعمل تواليتات. بينما النبي حتى ما علم الناس، لحظة بتكلم، حتى ما علم الناس بتكلم لا تخاطني، ما علم الناس حتى يقوموا بعمل تواليتات، بل علمهم بأنهم يقوموا بطريقة قذرة جدا، أنك أنت يجوز لك أنك تروح تمارس الجنس 20 مرة بدون أنك تغتسل حتى، مثل ما كان يفعل هو، بل علم الناس على طريقة أقبح من هذا، وهو أنك تروح تباشر المرأة الحائض، أي أنك تروح تحتك بها لين ما تجيب شهوتك حتى ولو كانت حائض، بدون أن تراعي أنه هذه المرأة قد ما يكون يعني عندها وجع وقد يكون عندها صعوبة وهي أصلا في فترة حيض، يعني أنت كيف تروح تمارس الجنس وتفكر في شهوتك أنت فقط معاها؟ عرفت؟
النبي محمد ما قدم أي حاجة، بل حتى لما هو أراد أن يعني يصنع المنجنيق كان من التخلف بمكان، ذهب إلى أرسل صحابته إلى الشام إلى عند الروم لكي يتعلموا صناعة المنجنيق، كان جاهل جدا. بل حتى لما أراد أن يعني يلقح النخيل ويعطي للناس كيفية كذا، أفتالهم بفتوى غبية جعل زرعهم تبور. وحتى لما كان يعطي يعني أمثلة غبية جدا، كان يقول يعني يعطي نصائح للناس ويقول أن الحبة السوداء يعني دواء من لكل داء إلا الموت. إيش هذا الغباء؟ الحبة السوداء كيف ممكن يكون دواء لكل؟ كان يفتي بشغلات خارج حتى إمكانياتك في غاية الجهل. كان يأمر الإنسان بأنه يروح يأكل العسل إذا بطنه وجعه، فالرجال كاد أن يموت يعني بسبب غباء هذه النصيحة. أنا عندي مشكلة في بطني، كيف أنا أروح أكل عسل يعني؟ فلما أجى الرجال قالوا أن أخي يعني ازداد سوءا وازداد وضعه، قال صدق الله وكذب بطن أخي. النبي محمد ببساطة شديدة يعني جعل الناس متخلفين مجرمين. يعني شوف حتى في موضوع الأموال كان يخرج هو وصحابته ويغيرون على القوافل مثله مثل أي قاطع طريق. كيف هذا الإنسان ممكن يكون قدوة؟ شو قدم للبشرية غير المجرمين؟ ولذلك لما مات صحابته قاموا واغتصبوا وقتلوا وسرقوا وأحرقوا ودمروا وأخذوا بلدان الآخرين من العراق إلى فرس إلى الشام إلى مصر إلى بلاد شمال أفريقيا وبلاد المغرب. كل هذا الكلام قام به صحابته لأنهم كانوا مجرمين يعني يقتدون بأوامره، وكل هذا الكلام موجود في القرآن. النبي محمد حتى كان يرى أن غير المسلم هو مجرد كائن حقير نجس، يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شو هذه النبوة؟ أما الحضارة التي أتت بعدين في الدولة الإسلامية هذه ليست حضارة إسلامية. لو كانت في هناك حاجة اسمها حضارة إسلامية، الحضارة الإسلامية كان النبي محمد هو الذي يأتي به، وإنما هؤلاء ناس كلهم أخذوا علومهم من اليونان ومن الفرس ومن الروم ومن الدول الأخرى. لكن هؤلاء كانت عندهم حضارة، كانت عندهم دولة. كان عندهم الطب، كان عندهم البنيان، كان عندهم الهندسة، كان عندهم الفنون الكثيرة جدا والمختلفة، النسيج، صناعة السيوف، صناعة الأمور كثيرة جدا. هذه ما كان يعرفها لا النبي محمد ولا أصحابه، لذلك ظلوا متخلفين. الذي بعدين صار شوي يستفيد من هذا الكلام كان هم الذين أجوا في يعني في يعني معاوية شوي استفاد من الروم وكذا، ومن بعده طبعا عبد الملك وهشام وذولا، ثم بعد ذلك العباسيين إلى أن جاء أبو جعفر وحفيده وهارون الرشيد وذولا استفادوا شوية من دولة الدول التي كانت موجودة. وكل ذولا الناس الذين أنت تسميه حضارة كلها بنيت بعقول وبسواعد الناس الذين احتلهم المسلمون الذين هم اليونان والروم والمسيحيين والفرس وغيرهم من بلدان من أبناء هذه البلدان. شو قدم المسلمون للبشرية؟ ولذلك أنا أقول لك ببساطة جديدة، الدليل على ذلك أن البلدان التي يعني حكم فيها الإسلام لحد هذه اللحظة هي بلدان متخلفة، والبلدان التي نهضت من البلدان الإسلامية ببساطة شديدة هذه البلدان كلها علومها وتقنيتها وتطورها كلها جايبة من الغرب. هذه الحقيقة المرة. سؤال أخي، يعني أنا لسه ما يعني أنا عم بقول هلا، إذا البشر مين اللي حرم الخمر؟ مين اللي حرم الميسر والربا؟ مين اني اول يعني كاول دين مين اني؟ انت حقيقي انت تعتقد ان مشكله البشريه انه يشربوا خمر او لا؟ اذا شربوا الخمر راح يعملوا افعال، اذا البشر شربوا الخمر راح يعملوا افعال شنيعه. يا انت من اي بلد؟ انا من سوريا بس عايش بالمانيا. لحظه، هل الناس الذين قتلوا بعض في سوريا كانوا يقتلون بعض بسبب انهم يشربون الخمر ولا بسبب انهم متدينين؟ هلا اذا عملنا الحرم خلاص
راح جاوبني انتوا الان في سوريا قتلتوا بعض لانكم تشربون الخمر. انا اللي بعرف وان الناس اللي شربت الخمر في سوريا ما حدا منهم ما مسك سلاح. ثقافه ما بعد ما مات الرسول اخذنا. لا لا مو ثقافه انا اقول لك. ثقافه يا استاذ محمد دعيني يا عمي. لحظه خليني اقول لك استاذ بعض. لحظه يا عمي بربك اي اله اي اله. لحظه بس عشان تفهم دخيلك والله بحبك الناس بشرفي بحبك خليني يا اخي بعد لا اي اله استاذ محمد جاوبني حاول تفهم هذا الكلام استاذ محمد بس اصبر اي اله بتكلم ما بس ما حدا يقاطعني ما تخلي بثي انا مجالس في عند بيت خالتك لازم تفهم هذا الشيء. انتوا الان في سوريا لما قتلتوا بعض لما عملتوا مجازر ضد بعض لما دمرتوا بلدكم كان بسبب انكم تشربون الخمر؟ لا كان بسبب انكم متدينين. بينما الناس الذين بيشربون الخمر هذول بلدانهم. شوف تعال انت الان تعال شوف الناس في السويد في المانيا في النرويج في الدنمارك في فنلندا في 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 المانيا في المانيا في هولندا في بلجيكا في بل في هولندا حتى بيشربوا الحشيش بلدانهم من اجمل البلدان. كل الناس تجي من اخر العالم عشان تجي تعمل سياحه في هولندا. الا تاثير ولا ما لا تاثير الا تاثير على الجسم العضوي للانسان ولا ما لا تاثير حقيقي انت التاثير على الجسم منطقيا منطقيا علميا مقبول الواحد يشرب نبيك مات في اي عمر 63 سنه الله يرحمه شو مر 63 سنه الناس في اوروبا يموتون باي عمر يا استاذ محمد انت كدخول الخمر الى جسم الانسان الناس في علمي ولا لا يا اخي في اوروبا يموتون باي عمر المتوسط إيه طبعا حالتهم احسن افضل من مناطقنا يمكن 75 80 سنه بيموتون مو 75 80 الناس هنا بال 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 بالمجمل يوصلون ل 90 100 بالهكذا بال يعني كمعدل مناطقنا ب 60 بيموتوا اذا 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 انت الان اذا انت الان شو فادك انك انت ما بتشرب الخمر في ونبيك مات 63 سنة بينما هذا الكافر اللي حياته كله بيشرب خمر فيها يوصل ل 100 سنة وهذا هذا انا قصدي كسؤال علمي الخمر بيأثر على جسم الانسان ولا ما بيأثر؟ لا ما بيأثر لا لا بيأثر شلون ما بيأثر يا استاذ محمد يا عيوني تعرف خمر من قبل؟ في شغلات الاسلام انت شارب خمر من قبل؟ ايه شارب خمر من قبل؟ انا ايه والله شارب شو كنت تشرب؟ والله يعني يمكن قليل كتير عرق ما بس العرق دوخ راسي خلاني 24 ساعة أكون ما أشوف الدنيا تعفتها بعدين شوي لأنك شكلك كنت واحد خمرجي يعني عشان هيك والله العظيم صار لي 20 سنة ما عاد أشرب سازم أنا أقول لك أكثر مين من العلماء المسلمين اللي أفتى بشرب الخمر؟ أنا كسؤال منطقي بسأل يا أستاذ محمد السؤال المنطقي أنت بتشوف البلدان اللي تشرب الخمر أفضل من البلدان اللي ما بتشرب الخمر لا 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 كعضوية مثلا يا أخي أنت ما تتجاوبني إذا حرم الإسلام عايش على الإنسان ولا مو الإسلام على الإنسان وين عايش؟ في ألمانيا ببرلين أنت في ألمانيا الناس بتشرب خمر هناك؟ يشربوا مثل بالبراميل بيشرب شفت انت جاي من مكان ما بيشرب فيه خمر طالب لجوع الناس بيشربوا الخمر يا اخي مش القصه علي هذه هي القصه هذه هي القصه الحقيقيه كل شغلات الاسلام ما بامور طالما عندكم شغلات جميله في بلدانكم كيف اللي ما بيشرب الخمر يطلب اللجوء عند اللي بيشرب الخمر ثقافتنا ما بعد ارباب ما بعد ما مات الرسول كلها وسخايه ثقافه اسلاميه وسخايه اي اله بيريد بتفجر حالك بتموت 50 واحد معك والله سبحانه وتعالى بينتظرك لليدخل بجنة لا 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 هذا اللي موجود في القران هذا اللي موجود طبعا ثقافه هي مش ثقافه هي القران يقول لك اعمل هذا الشيء والله انا بقول ثقافه مع بعض ما بعد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يا اي واحد 50 واحد بريء بتقتل مع عادي كده ممكن النبي محمد اجاز ذلك قالوا ان نصيب اقواما فنقتل منهم النساء والذريه قال هم منهم عادي انا ما بلتقي مع هذاك الاله وما بعتقد على ما بامن بهذاك الاله ما بصدق واحد بالمليار في اله هذا الاله اللي موجود في الشريعه الاسلاميه هو اله قبيح يا استاذ محمد ما بظن اله بينتظر الواحد بيفجر حاله بين 50 واحد بريء
والله سبحانه وتعالى ايده بانفه ليتصلوا ليدخلوا على الجنة. لكن تؤمن بالاله الذي يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ والله هاي الثلاثة والرباع يعني اذا ما تاخذها بالمسخرة مليحة هي شلون مؤمن يعني. وتؤمن بالاله الذي يقول لك فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم؟ انك تروح تشتري لك واحدة بالشارع وتجي وتنام معاها؟ مو معقولة هاي، مو معقولة هاي. قلت اليمين هاي كلها ثقافة عم تقول. انا بقول بعد هذا قرآن يقول لك انت الان يجوز لك تروح تجيب لك واحدة ملك اليمين وتنام معها، تروح تشتري واحدة امرأة وتروح تنام معها، يعجبك هذا الاله؟ نحن بسوق البازار يا استاذ محمد، شو ما هو هذا؟ انت الان لو كانت عندك، النبي محمد كان يعمل ذلك. والله عم بيقولوا تجوز 40 واحدة كمان، انا ما كنتوني كلها شايف، بس انا ما عم بقول يعني انه الزلمة قدم شيء للحضارة الانسانية. ما قدم اي شيء، ما قدم غير المجرمين للحضارة. 1450 سنة فقط هذه الشريعة بتنتج مجرمين، مجرمين ورا مجرمين. انا بدي اكرر وبدي اسكر، انا حديثك جيد جدا مشان ما تزعل مني. القضاء على الخمر والميسر والربا والاي الشغلات لصالح البشر علميا سياسيا، واول صحيح. اول واحد الخمر هذا مش لصالح البشر، انك تقضي على الخمر هم ولا صالح البشر، ولا الربا والفوائد من صالح البشر انك تقضي عليها. بيضل حكي هاي؟ لا مو حكي منطقيا. اذا باخذ منك العشرة بعشرين ليرة، اذا باخذ العشرة بعشرين بعد شهر الخمر. شوف يا عزيزي، الخمر هذا طبعا احنا نتكلم هنا عن الشراب العادي هذا اللي بيسموه النبيل، يعني عرفت كيف؟ هذا ليس من مصلحة اي انسان انه تقضي على هذا. لماذا؟ لانه هذا شراب منعش جميل رائع جدا، ممكن تجلس تشربه، عرفت كيف؟ ثم انت ممكن تحبه ممكن ما تحبه، ممكن تعمله وما تعمل. والفائدة الربوية أو الفوائد، نظام الفوائد هذا اقتصادات الدول كلها قائمة عليها. ولذلك النبي محمد ما كان يعمل الفوائد، لأنه كان واحد حرامي بيروح يقتل الناس ويأخذ فلوسه قاطع طريق. يا زلمة هلا بالوقت الحالي إذا بلا كنتم ما فيك تروح لا حياء في العلم عند المرأة. يعني الأسلام من 1400 سنة الرسول حرمها يا أخي، قال لا ما تزني، لا تزنوا. شو يعني ما تزنوا؟ الزنا كلمة غبية. شو يعني ما تزني؟ يعني بيجي يعني الأمراض، بيجي الأوابئة، بيجي يعني كيف أنت إيش اللي دخل إلهك بنبيك أنه يتدخل أنا أروح أنام مع مين وما أنام؟ إيش دخله؟ المهم قرروا لا تزنوا فأجت لصالح الإنسان لصالح البشر. غير صحيح، لا تزنوا هذه كلمة متخلفة. شوفوا أنتم المسلمين من أكثر شعوب العالم تحرشا ببعض، من أكثر شعوب العالم. لا مش ثقافي، هذا نبيكم كان هكذا. نبيكم كان يجلس في الشارع يطلع على مؤخرة المرأة تكون ماشية قدامه. كان في شوارع الله يخليك، ليش كان في شوارع؟ بتكلم لسه. نبيكم كان يطلع على مؤخرة المرأة، عرفت كيف؟ يروح شهوته بتقوم، يروح لازم يروح يجامع زوجته، يجيبها من المطبخ من أي مكان هي تشتغل، تعالي يلا يا ولية تعالي افتح رجولك عشان أجي أنام معك. هذا كان أخلاقه. أنتم كلكم هكذا في البلدان الإسلامية، كلكم تشوفون طفلة عمرها 6 سنين شهوتكم بتقوم، بتشوفون بطة بتميل شهوتكم بتقوم، بتشوفون عنزة بتمشي شهوتكم بتقوم، بتشوفون ديكي نط على دجاجة شهوتكم بتقوم. ما هاي الدول الكبيرة كمان بيموتوا عليها. شعوبكم لحظة، لأن شعوبكم عندها حاجة اسمها الزنا. ليش يعني الزنا؟ الحاجة الطبيعية أن الإنسان السوي، أنا أحب وحدة هي تحبني، نلتقي نجلس مع بعض، نحب بعض، نمسك إيد بعض، نبوس بعض، نروح ننام مع بعض، عرفت كيف؟ ولكن لأنكم حرمتم هذا الموضوع على بعض. تعرف بتكلم لا تقاطعني كل شوية بتكلم، عرفت كيف؟ اللي بيصير ببساطة شديدة أنا أقول لك شو بيصير معكم، لأنكم حرمتم هذه العلاقات مع بين الرجل والمرأة وبين الشباب. البنية أول ما بتكبر يصير عندها شهوة، الولد أول ما يكبر يصير عنده شهوة من أولاد الجيران وأولاد العمومة والمدرسة وكل هذا الكلام، بيصيروا يروحوا شو يعملوا؟ لا أنا حرام، أنا ما لازم ما أقدر تنام معي، بعدين أبويا يذبحني، بعدين هذا حرام، إذا خلاص أنا أمارس معاك الجنس الفموي
الجنس الفموي والجنس الشرجي أظل أنا معاكي من وراء الولية المسكينة البنية المسكينة بيكون يعني حتى مش قادرة تروح تجلس في الحمام من كثر ما انهرت من مؤخرتها بسبب أنها شو تعمل هذه الوسيلة الوحيدة عشان ترضي حبيبها ينام يعني تريحه جنسيا. وكل هذا الكلام بيصير بالخفاء وبالسر. فهو لا هو قادر يروح يتزوج البنية اللي عمل معاه كل هذا الشيء ولا هي راح تتزوج. هو يروح يتزوج وحدة ثانية انعمل فيها نفس الكلام مع ناس ثانيين وهي راح تروح تتزوج واحد ثاني وهو عمل نفس الكلام مع بنات ثانيين. وهكذا مجتمعاتكم من أخضر المجتمعات الإسلامية. يا عيني عليك استاذي. هذا الكلام من زمن النبي محمد لحد هذه اللحظة. استاذي الغالي. المرة. البديل الدول اللي أنت هلا شايفه أحسن منا. ما هي؟ مليون مرة. الدول القائمة. والدليل أنك أنت عايش في هذه الدول. خليني هذا السؤال. الدول هذول اللي أنت شايف أفضل منهم ربهم إيمانهم أخلاقهم دينهم مية المصاري بيقتلوا الناس بعضهم ببعضهم شان ما حدا أنا بحياتي ما شفت حدا بيقول شوف نفس الدين نفس تعملون هذا الشيء في سوريا الروس والأوكراني تروحون تسرقون بلدكم دقيقة دقيقة تروحون تبيعون لتركيا تحولتم إلى مرتزقة إيرانية تحولتم إلى شوفوا أنتوا عشان تشوفوا المسلمين صرت مرتزقة في أوكرانيا مرتزقة في ليبيا يا غالي الأوكران والروس كمان بالإيرانيين يا غالي مرتزقة في عند الأتراك مرتزقة عند كل الناس يا غالي يا غالي الإيرلنديين والبريطانيين بيقتلوا بعضهم هن نفس المسيحيين ما بيقتل ما يوجد لا حرب بين إيرلندا ولا بريطانيا كذا الأوكرانيين والروس ما نفس الدين أنت, 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 أنت شكلك أنت ما متابع الأخبار من الثمانينات لا عم بسألك يا غالي والله بحبك الأوكرانيين والروس مو نفس الفصيلة الروس هم هذول حلفاء المسلمين اللي بيحاربون هذول المسلمين يا اخي اللي انت جايبه البديل مو ابو بوتين الموسوي ويعتبر رجل مسلم صراحه بوتين رجل مسلم ايش مسلم وانت قولوا لي ليش سجن مصطفى ابو سعيد عشان انه داس على القران لو هو مش مسلم هابي ربك خالي الواحد بواحد يعني بيصدق انه بوتين مسلم أكيد بوتين أكيد يتعامل بالضبط مثل ما يتعامل الخامنئي طيب إيرلندا الشمالية وبريطانيا مو نفس ما في حرب بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا والله. ما في هذا طيب بين إسبانيا بين كاتالونيا ما توجد حرب أنت جاهل بطريقة مبالغ فيها ما في حرب أنت جاي 140 بيروح بيقول مصالحنا وما مصالحنا يا أخي والله يعني ما هاي في حرب في أوروبا يا عم يفهم ما هاي الدول ما بقول مو أفضل من الإسلام لا مو بأفضل أي قندرة عتيقة في هذه الدول الأوروبية أفضل من الشريعة الإسلامية مليون مرة بيضل رأي هاي يا أستاذي أنا أعطيك الواقع أنك أنت هربت من الشريعة الإسلامية وجالس في ألمانيا أكيد عرب السعودية شو بدي بالسعودية قال أنا أنت هربان من الشريعة الإسلامية والجاي لعند هذول الكفار في أوروبا هربان كلكم هذا حالكم بعد ما مات الرسول ركبوا باطل يا خالو يا عمي هذا حالكم انتم لما تدافعون عن هذه الشريعة تجعلوا من انفسكم مسخرة واحد طالع من سوريا هربان من الدول العربية من الدول الإسلامية عندك دولة في أفغانستان تحكم بالشريعة إذا أنت تريد الشريعة لا أنا ما بدي وجاي متسول لاجئ ذليل جاي لأوروبا لين ما شبعوك وأكلوك وسكنوك وأعطوك الحياة ثم جالس تتكلم عن أوروبا هذا فقط يصير عند المسلمين لا أنا ما مع الرفض أنت عم ترفض الإسلام أنه ما قدم للحضارة الإنسانية أنت جاوبني شو قدمت الحضارة بدي كرر شو عملت فيها قدمت أشياء كثيرة للحضارة الإنسانية أعطيني شو عملت أنت أنا أقول بكرر لبين لحد ما مات الرسول بعد ما مات الرسول لا تسألني ماذا قدم للبشر يا أخي أنا قلت لك يا أخي حرم ماذا قدم للبشر اختصب طفلة والله الطفل شو ما في شيء بدك تختصر طفل بأي دولة بالعالم بأي دين بأي النبي كان يفعل هذا الشيء
نبيك شرع لكم زواج بالزواج بالاطفال واغتصابهم باسم الزواج. كان تبعيته ثلاث امتار يعني، راح هيك وشاف البنت. هو كان هكذا بيروح لعند صديقه ابو بكر، شاف بنته ست سنين قال زوجني اياها. لما صارت تسع سنين صار يروح ينام معاها. هذا اخلاقه، شو نسوي؟ يا خالو خلينا نضحك شوية، نحن في أوروبا ما نقوم بيه. لحظة، أنا مش فاتحها عشان نضحك، عرفت كيف؟ عندك مشاركة في الشريعة الإسلامية ممكن نتكلم. أنت على رأسي وعلى عيني وبحبك وبحترمك، وماشي الحال. خلينا للمرة الثانية، تحياتي لك وإن شاء الله ما تزعل مني بس. لا لا حبيبي، أهلا وسهلا، كل الهلا أحباتي. عليك السلام يا هلا. مين معي؟ أخوك من سوريا. ايوه، شو اسمك اخي؟ يامر. مين؟ يامر. يامر؟ نعم، مسلم سني. كيف احوالك يا يامر؟ الحمد لله رب العالمين. عن شنو تحب نسولف اليوم يا يامر؟ والله يعني انا حاب اسالك، يعني انت ايش دينك؟ يعني مره تسب الرسول، مره ما فهمنا عليك، يعني شلون الى القلب تحكي هالكلام؟ يعني مو خايف الله بكره يحرقك انت؟ يعني والله امرك غريب عجيب. انت شنو رايك؟ والله انا شايف انه راح تكون من اهل جهنم، انت اول الناس. ليش تعتقد انه انا راح اكون من اهل جهنم؟ عم تحب النبي وتقول شلون اكون من اهل جهنم؟ شو قلت انا عن النبي؟ شو قلت يا زلمه؟ قبل ما تفتح لايف تسبسب. ما بحياتي ما بسبسب، قل لي شو قلت عنه. تسب تقول اغتصب طفله وما بعرف شو، هذاك الزمان غير هذا الزمان يا حبيبي. انت ترضاها لنفسك انك تنام مع وحدة عمرها 9 سنين؟ بهذا الزمن ما برضاها. لا، لو كنت بهذاك الزمن كنت راح تنيك اطفال بعمرهم 9 سنين؟ نحن اصلا ما كنا حاضرين على ذاك الزمن اصلا. لا يعني انا بسألك، هل ترى ان نكاح طفلة بعمر 9 سنين شغلة أخلاقية؟ والله على دور الرسول كان غير هذا الشيء. كان تسنين. أنت بتشوف إنه هذا الموضوع؟ تسنين بالغة بذاك الوقت. معلش، أنت قل لي، أنت بتشوف نكاح طفلة عمرها؟ ما برضها على نفسي يا حبيبي. كيف ما بترضاها على نفسك؟ لأنه تغير الزمن. تغير. لا، مش لأن الزمن تغير. مو كل شيء ينطبق مع الوقت. الزمن ما بيتغير، لأن أخلاق الإنسان تغير. الإنسان ما كان عنده أخلاق قديما في ممارسة الجنس، الآن صار عنده أخلاق. لذلك أنت الآن لو إجالك واحد وطلب إيد بنتك عمرها 9 سنين راح تنزع النعال من رجلك وتضربها على رأسه. بينما أبو بكر الصديق اللي أوصل لكم هذا الدين، لما النبي أراد أن ينكح طفلته بنت عمرها كان 6 سنين، قال له أكيد تفضل يا أبو عمو، تفضل كل الأمور إليك، مش هيك؟ والله كلامك مو مقنع يعني، وكأنك كنت حاضر الزمن وعم تفسر على كيفك يعني. لا ما بفسر، هذا كلام في صحيح البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن ومسند الإمام أحمد. طيب يعني هذول هن نفسهم مختلفين مع بعض يعني. لا صحيح، عشان هيك هذا الدين وين ما حدا يتمسك به راح يختلف ويصير يختلف بعض. انا اللي اشوفه مكتوب بالقران بدي انفذه يعني. رائع جدا، ليش ما بتنفذ؟ فكر وما طاب لك. حسب الزمان يعني، هلا في احاديث مثلا ما تزبط. انا اريد اطبق هذه الايه. وجاي تقول لي المراه مو ناقصه عقل؟ لا، المراه ناقصه عقل يا يامر. يعني هل من الممكن؟ لحظه، هل من الممكن اصبر شويه، انا الان اريد اطبق القران. طيب. اريد اقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. ليش لغيتوا الملك الإيمان الأيمان؟ أستاذ محمد أنت غيرت الموضوع، أنا سألتك. أنت الآن تقول، أنت تقول أنا لا أؤمن بهذه الأحاديث، فقط أريد القرآن. أنا ما قلت لك لا أؤمن، أنا قلت لك أطبق الآية حسب الزمان إذا تتناسب مع يعني الزمان. يعني القرآن والأحاديث مو جاي لآية من دور النبي وجاي عم تحكي فيها هذا، يعني هلا مستحيل هذا يتجوز طفل عمره 9 سنين. يامر لحظة يا ولد، شغلة بالعقل يا أستاذ. العقل هذه الشريعة فيها من القذارة، إذا طبقتوها في هذا الزمان راح يحطوكم في السجن. لو أنت طبقت القرآن في هذا الزمان راح يحطوك في السجن. بالعكس، انا عايش باوروبا وعم اطبق ديني على كيفي. ما حدا يقول لي على عينك حاجه.
أنت تطبق جزء من هذا الدين. لو طبقته كله راح يحطوه في السجن. بصلي وبصوم وبسوي كل شيء. لا حتى لا ما يكفي اني مسلم يا اخي. يا اخي ان شاء الله شو ما اكون اكون هو انا مسلم كمان. كلنا نتوب لله. بس انت انت مسلم؟ انت طبعا مسلم. سب النبي وتقول مسلم شلون يعني مسلم؟ هذا انا بس اشرح لي يعني بالله عليك اشرح لي ايش اذا تؤمن فيه. انا بقول لك اقول لك انا شرحت هذا الكلام ممكن تراجعوا في قناتي عرفت كيف. ولكن الفكره الاساسيه انتم بتنافقون انفسكم تدعون إلى تطبيق القرآن وأنتم عارفين لو طبقتوا على أنفسكم راح تدخلون السجن. فقررتم أنكم تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. منافقين. أرجع وأقول لك الآية حسب الزمان. يعني هو الزمان يعني يا أستاذ محمد وحسب المكان يا أستاذ. شو معنى يعني حسب الزمان؟ يعني ليش بدك تفسره على كيفك يا أستاذ؟ أنا ما بفسره أنا أطلع من الباب يا أستاذ محمد الله يرضى عليك. ما بفسره على كيف. أنا رجل دارس. لا بفسره على كيفك يا أستاذ. أعطيك القرآن، أعطيك الآية، أعطيك الأحاديث، أعطيك النصوص، أعطيك أقوال العلماء، أعطيك أفعال الصحابة. أنا رجل دارس هذا الكلام. بفرق بيني وبينك إنه ما بكذب على نفسي. ليش أقول بشغلة سخيفة وحقيرة وإجرامية أقول عنها أجي وأساوم؟ لا ما أنافق نفسي. أقول هذه حقيرة وقذرة. وانت كرجال عندك اخلاق وانسانيه المفروض تعمل نفس الشيء. ما تحتاج انك انت عم تقول المراه وانت عم تقول المراه كمان ناقصت عقل. طبعا مناقصت عقل. طبعا مناقصت عقل المراه. انا اقول لك ليش لحظه انت ما تخلي الواحد يعني انت بتكون دائما صح الحل. لحظه ما تحتاج انك تدافع عن شغله وانت خجلان منها. شفت كيف خجلان تقولون ما هذا ما يمكن. انت عم تقول المراه مو ناقصت عقل. هل يمكن اشغل المراه مع شخص زلمه يشتغل مثلا بمعمل بمنجم مثلا هل يصلح اشغل المراه بمنجم انا مع زلمه؟ ممكن شلون ممكن يعني؟ ممكن ترضى انه اختك تروح تشتغل بمنجم مع زلمه؟ طب يصير هذا الشيء؟ هل يصلح على هذا الشيء هذا الشغل يصير؟ بس انا اقول لك الاسلام قال خلي تروح المراه تشتغل. انا جاوبتك بشكل محترم صراحه. هل انت تعتقد ان امك ناقصه عقل؟ كل النساء ناقصات عقل. لا طبعاً. انا مثل مو قلت لي امك واختك وكذا بس انا ما اطبق هذا. انا جاوبتك بكل صراحه. جاوبني انت. اي ناقصت عقل المراه ناقصت عقل بشكل عام يا استاذ. لا امك انت ناقصت عقل. انا بوجهه نظري المراه ناقصت عقل طبعا. لا. في كثير اشياء ما تقدر تسويها المراه يا استاذ محمد. يا عامر المراه مختلفه عن الرجل يا استاذ. امك لحظه امك ناقصت عقل يا اخي. امي واحترمها لا ما وراسي ما في اي اشكال على قد السؤال. قلت المراه بشكل عام ناقصت عقل يا استاذ. سؤالي ما يحتمل اكثر من نعم ولا. امك ناقصت عقل لولا. انت ليش تسالني عن امي يعني؟ انت ليش انت مثل ما تقول ليش جايين على محمد صالح؟ انت ليش جاي على امي بالضبط؟ سالتني عن امي. انا جاوبتك. انا ما اطبقها على امي. انا جاوبني امك ناقصه عقل لولا. قلت لك البنات بشكل عام المراه بشكل عام ناقصه عقل. لا 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 جاوبني امك ناقصه عقل لولا. يعني اذا قلت لك اي مشان تلغي واي ناقصه عقل. لا قل لي اي ناقصه عقل. اي مره ناقصه عقل بدينك طبعا. كيف الدين يقول اي طبعا. لحظه يا عامر لحظه. أمك ناقصة عقل؟ نعم ناقصة عقل. يلا هذا أخلاق المسلمين. اي هذا أخ. هلا بدك تنزلني أحساس أنت اللي انتصرت. ما أبدا ما راح أنزلك. أنا طيب. بحب المسلمين يطلعوا على واحد. المرأة حبيبي في كثير أشياء. لحظة يا عمر لحظة. أنا أحب إنه المسلمين يطلعوا على شخص وغير المسلمين يطلعوا عليه. انا احترم امي يا صديقي. انا احترم امي واعز امي وكل شيء. بس المرأة قلت لك بشكل عام ناقصة عقل يا صديقي. لا تقاطعني لسه بتكلم. أنا أحب أن الناس يظهر. أنا أقول دائما وأبدا اللي يتبع هذه الشريعة يفقد أخلاقه ويفقد إنسانيته. اللي يتبع هذا لا الكرم والجود إلا من هذا الكتاب. أنا لسه بتكلم اللي بيتبع هذه الشريعة ما يفقد الأخلاق. أبسط الحقوق الأخلاقية أن الواحد يعظم أمه. أنت قدام 1700 واحد بتقول عن امك ناقصه عقل عشان ايش؟ عشان المراه بشكل عام ناقصه عقل. انا قلت لك المراه بس انت تجبرني حتى اقول هيك. بتقاطع كثير انت تعرف؟ بتقاطع ما اقاطعك. انا اعقب على كلامك مثل ما بدك. مثل ما بدك تتكلم بدك تخليني اتكلم. اخجلان من شريعتك. اعطيك الفرصه تتكلم. انا مثل اي واحد بدك تناقش بدك تعطيني مجال. انا بالعكس انت نموذج رائع جدا. انا بحب تتكلم للناس. اتفضلوا يا اخو اسمعوا الاخ الذي يقول عن امه ناقصه عقل. انا بقول دائما وابدا اللي بيتبع هذه الشريعه
رجل وامرأة يفقدون أخلاقهم وإنسانيتهم وعقولهم ومنطقهم. لماذا؟ لأن هذه الشريعة هي هكذا. الشريعة التي تأتي وتقول لك أن 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 أنه يجب عليك أن تقول على أمك ناقصة عقل، هذه شريعة قذرة صراحة. والدليل أمامكم، اتفضلوا. رجل عايش في أوروبا، أمه حملته في بطنها 9 أشهر، رضعته 2 سنين، كبرته، خلته رجال يقدر يتكلم قدام 2000 شخص، بيجي يقول عن أمه هذه اللي ربتني. صرت ملحد، شايف؟ اتفضل. شايف، وما صرت ملحد بالأخير، ربتني وسوتني رجال وما ألحدت، الحمد لله. ضليتني على ديني وعلى عادتي اللي ربيت عليها. مو مثلك، أنت أوروبا اللي غيرتك. تعرف هالشي ولا لا؟ أوروبا هي اللي خلتك تحكي هذا الكلام. أنا رغم أني مو ملحد، رغم أني أنا مو ملحد، أيهما أفضل؟ واحد يقول عن أمه ناقصة عقل ولا واحد يقول عن أمه كاملة عقل؟ أنا قلت لك النساء بشكل عام. أنا جاوبني، أيهما أفضل؟ كثير أمور ما تصلح للمرأة. لحظة يا يعني ممكن أخلي المرأة أنها تصرف على البيت يا أستاذ محمد؟ والله بالله عليك جاوبني أنت بكل صراحة. أي بالله عليك، بالله عليك أنت جاوبني. يصير أخلي المرأة تشتغل وأنا أظل قاعد؟ أيهما أفضل لديك؟ رجل يقول عن أمه ناقصة عقل وهو مؤمن ومسلم ومتبع للشريعة، ورجل لا يؤمن بهذه الشريعة ويقول عن أمها كاملة وعن أمه كاملة عقل، أيهما أفضل لديك؟ الذي يقول ناقصة عقل ومؤمن ومتبع للشريعة وملتزم بالدين؟ الذي يقول ناقصة عقل ويتبع كلام القرآن. نعم، شكرا كثيرا لجوابك. إيه طبعا طبعا، أنا ربيت مسلم بالفطرة. هذا الذي أنا بقوله، أنا مسلم بالفطرة، ربيت مسلم أضل على دين. هذا الذي بقوله، أن الذي يتبع هذه الشريعة يفقد أخلاقه. أي لله الذي يتبع هذا الشريعة، بالعكس حيوان يعيش حياته مبسوط على الأقل، في إله رب يدعي له أقل شيء، أقل شيء يصير معي مصيبة أدعي لربي، واحد مجرم ربي يسر عمري، هاي أقل شيء. لحظة يا يامن، بس شوف أنت حالتك شلون الله ماسخك. لحظة يا عمي، مسوي بيك. لحظة، الله يرضى عليك. لو جبت واحد من أقذر الناس قلت له اللي يقول عن أمه ناقصة عقل أفضل، هل يقول عن أمه كاملة عقل، بدون ما يفكر ولو لثانية راح يقول نعم. اكتب كلام القرآن، أرجع وأقول أنت تعيد نفس الكلام وتفتر بنفس الدولة. أنا أكتب كلام القرآن، أريد أتكلم معك. قال المرأة ناقصت عقل بس. لا 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 تقاطعك فيه، خلي الواحد يكمل كلامه وبعدين أهدر مثل ما بدك. أوكي، الشاهد من الكلام، لو جبت واحد بيع مخدرات، واحد فاشل حقير سافل، بس ما يكون مسلم، بشرط ما يكون مسلم يتبع هذه الشريعة، ما يؤمن بهذه الشريعة، قلت له أنت يا أيها الرجل السافل الحقير الفاشل المجرم القاتل الحرامي المحشش السكرجي القندر الأي عاجة، أيهما أفضل لديك؟ واحد يقول عن أمه ناقصة عقل، واحد يقول عن أمه كاملة عقل، بدون ما يفكر ولو لثانية واحدة راح يجي يقول أنا أقول هل بدون ما يفكر لثانية واحدة يقول أنا أقول الذي يقول عن أمه ناقصة عقل المفروض ينضرب على رأسه بالقندرة. لو جبت كلب من الشارع راح يكون عنده، إذا عنده لسان يتكلم به راح يقول نفس الكلام. لو جبت واحد من موزمبيق راح يقول نفس الكلام. لو جبت واحد من اليابان راح يقول نفس الكلام، إلا عند أصحاب هذه الشريعة بيقولون أن الذي يقول عن أمه ناقصة عقل لأنه مسلم أفضل من الذي يحترم أمه ويقول عنها كاملة عقل لأنه غير مسلم، فقط عند أصحاب هذه الشريعة. لذلك مش ناقص، يعني أنت أمك مناقص عمليا. المسلم الذي يؤمن بهذا الكتاب ويطبقه في حياته بالضبط يعمل نفس الكلام، يقول عن أمه ناقصة عقل. وأنت ما دام تقول عن نفسك مسلم أمك ناقصة عقل، ولو ترتب الأمر أنه يقتل أمه، أنت مو تقول أنا مسلم معناها أمك كمان ناقصة عقل يا أستاذ محمد. أنا أحترامي للوالدة، يعني أمي اللي بيقول عنها، أنت لو قدامي لو تقول عن أمي ناقصة عقل، خلاص يا أستاذ محمد، شي ما ترضى على حالك لا ترضى على غيرك. ليش ارتفع ضغطك؟ لو شو ما كنت، لحظة أنا أقول لك أنا لو أنت قدامي قلت عن أمي ناقصة عقل، لو شو ما كنت راح أنزع القندرة اللي برجلي أضربها على رأسك.
بدون ما افكر ثانيه. نقول له انت اللي بيقول عن امنا قصه عقد لو احد يجي عن يقول عن محمد، بل انا اقول لك اكثر من هذا يا عامر، شفت انا رجل معاق، لو انت قدامي لو قلت عن امك ناقصه عقد محمد. لو انت قدامي لو انت قلت عن امك ناقصه عقل انزع القندره اللي برجلي واضربها على راسك. ما تقلي بيض استاذ محمد، ما دامك تقول عن نفسك مسلم، لو انت رجال، افتخر مفتخر بدينك. وانا اوعدك بكره افتح الكاميرا، بكره لما تطلع للشارع راح تلاقي الف واحد يضربك بالقندره على راسك. والله ما يسترجي، اتحداك افتح الكاميرا، والله احط رجلي باثمه اللي خرب. ما تقدر افتح الكاميرا لو رجال هيك، انا ما احب افتح كاميرا. ما تقدر، شفت كذاب، ما احب افتح كاميرا، انا ما احب، ما اتشرف. انتوا جبناء كذابين منافقين في اوروبا. ما اتشرف اطلع وجهي قدامك، ما اتشرف. لا مو ما تتشرف، اطلع لك رجلي زياده يعني. دامك تقول انت مسلم، انا اقول لك ببساطه شديده، انت مدخل ان نفسك مسلم، ليش تقول ان امك ناقص العقل يا استاذ؟ انا اقول لك لا يقول انا مو مسلم، امي مو عقلها قندرة، نعم منها يعني، بس انت بتسامي كلام القران بما انك مسلم يعني. ولكن مش هذا الموضوع، تطبق علي ولا انا بس تحد الشرع علي انا يعني، وعليك حرام يعني. ما تعتقد انها ناقصه؟ انا لو انت قدامي تقول لي هالكلام، لا احط اجري باثمك، مو اضربك بالقندرة. حاول تفتح الكاميرا وبعدين اعمل هذه العقلية. والله يا استاذ محمد، ما تضغط على نفسك، ما تضغط على الناس. هربت من دولة الشريعة؟ ما هربت، لا ما هربت حبيبي، لو بلادي ما صار بيها حرب ما حد يترك الشريعة الإسلامية، ولو بلادنا بيها خير ما حد يترك. عادي عادي، أنا أقول لك لحظة، لا تقول لي أستاذ محمد، لا شوف الحياة هون الاجتماعية وأنت تعرفها. هربت من المجاهدين، هربت من الحياة وردية، أنت فارش للناس ورودهم مثلك مثل بقية المسلمين من أمثالك من المنافقين. جيتوا لأوروبا أم متخبين وراء أسماء، عرفت كيف؟ وراء يعني حسابات وهمية، ولا واحد فيكم عنده شرف ورجولة. حبيبي نحن الناس ندافع عن قرآننا وعن كتابنا، نحن قدام الناس ما تقدروا، نحن ناس ندافع عن كتابنا صديقي. كذاب انت، ما يهمك الكاميرا، انت صارت مشكلتك عند الكاميرا يعني. افتح الكاميرا. ما افتح الكاميرا خيو، ما افتح، انا ما احب افتح. انت مو قلت هاي الشغله على كيف الواحد؟ تعرف ليش؟ لانه انت قلت على كيفك، انت على ناس وناس، انت على ناس. انا بقول لك لحظه يا عامر، انا بينت لك ان هذه الشريعه، ولا لاني قلت لك امك ناقص عقل طبق القران على حالك لانك مسلم يا محمد صار. لا لحظه، ممكن تصبر شوي؟ ايه صابر، انا بينت لك، ممكن تصبر شوي؟ انا بينت لك ان اصحاب هذه الشريعه، وبقول هذا الكلام بملء فيه، وكل يوم أثبت هذا الكلام، أن الناس الذين يتبعون هذه الشريعة منافقين كذابين جبناء سافلة عديمي الأخلاق عديمي. منافق غيرك والله، لو مو منافق ما تترك دينك وتسب نبيك والله. عندك شيء ثاني غير هذا الهبل اللي بتحب تقوله؟ مو انت على أساس عندك أبو الدلال، انت تفضل جاوبنا. انا بينت لك كمان المرأة ناقصة عقل، ما يصلح اني اشغل المرأة واخليها تصرف على الاولاد وانا اقعد بالبيت. انا المفروض تسكت شوي عشان تسمع. ايه تفضل جاوبني، ولا ما عندك شيء ثاني على اساس انت صاحب الحديث؟ انا بقول يعني. يا رجل افهم، انا بقول وكل الناس متفقه معي والبشريه كلها معي، عرفت كيف؟ ان الذي بل الغالبيه الساحقه من المسلمين، ما حد متفق معك استاذ محمد، الكلام بس مؤمنين على فكره. خليني اجاوب، لا تخاف، الدين بلايفك، لا تخاف، عادي جدا، لا تخاف، ترى دينك ما راح ينتهي لانه انا بتكلم، لا تخاف. عرفت كيف؟ انا اقول الشريعه التي تامرني اني اقول عن امي ناقصه عقل واؤمن بهذا الكلام، هذه الشريعه انا اسميها. تقول انا مسلم؟ ليش تقول انا مسلم؟ طيب ممكن تجاوبني؟ انا رجل مسلم طبعا. شلون انت طيب امك معناها ناقصه عقل؟ تقدر تروح تطلع على انا قلت لك اعترف، صير زلمه مثلي واعترف. يقول انا مو مسلم، انا زلمه باكله وملحد وهيك. انا مش ملحد، لو كنت ملحد ما استحيت من امثالك. خلاص يقول لك انا ليش اجل ما تطبق الكلام هذا على الناس بس انت؟ انا مش ملحد عشان هيك ما بقوله. اجل ليش تطبق الكلام على الناس انت يعني بس؟ ليش ما تطبقه على نفسك بما انك زلمه مسلم؟ المسلم لا يقول، ان المسلم الصالحي لا يقول عن امه ناقصه عقل. ايش هذا مسلم صالح؟ المسلم صالح، ايش هذا مسلم صالح؟ انا اول مره اسمع مسلم صالح. لماذا؟ لان نعرف الشيعي السني، نعرف المسلم السني يتبع هذه القذاره. لا بالعكس، هذا كتاب انزله الله اخر دين، وهذا دين الحق رغم انفك.
بس انت مستحي، انت المستحي مو انا، انت المستحي. انا عم اقول لك كتابي يا اخي، لحظه، لو كان رغم انفي انا عم اقول لك كتابي انا، انت عم تسالني وانا عم اجاوب بكل وضوح. انت ليش ما تجاوبني بوضوح؟ انت ليش غامض؟ طيب خلاص، انت اذا ما بقى عندك كلام فقط بقط لا عندي كلام، لا عندي كلام، بس لا تخاف، لا تخاف، خليني اتكلم وبعدين اتكلم. اوكي تفضل. اقول لو كان رغم انفي ما كنت انا طلعت بوجهي، وانت خايف عامل مثل ابو عبيده الحقير في غزه، بتطلع بالنقاب، حتى بالنقاب ايش مكبه الغزه ايش يطلع معك يعني. اسكت شوي، انا بتكلم، لما بتكلم تسكر المايك. اوكي انا بعرف انكم همجيين وطالعين من المساجد وكذا، فعادي جدا، هذا انا بتحمله منكم يعني، لانكم ببساطه شديده امه ما بتعرف. صحابتكم كانوا غوغائيين، كانوا يعملون نفس الغباء والهمجيه والقذاره، ونبيكم كان واقف على المنبر، فانتم شو راح تتعلمون منه؟ المهم الذي اريد ان اقوله، لو كان هذا الكلام رغم انفي انا ما كنت اطلع بوجهي، وانتم طالعين باسماء وهميه وتعملون مجاهدي التيك توك، وبعدين لما تسكرون التيك توك تطلعون تذوبون بين الأوروبيين وتتسولون الحياة منهم وتخجلون تجاهرون. كفار الأوروبيين، كفار يعني. كيف؟ كفار وما يعطونك شيء على سواد عيونك يعني، إيش مفكر يعني؟ لا والله بصدق يعني، منيتهم على هالقندرة يعني. أنت بأي بلد؟ تقدر تقول أنت بأي بلد؟ يا أخي أنا ببلاد الله، بأوروبا. ما شو بدك بأي بلد؟ أنت بلاد الكفار، كذاب، ما في بلاد. الله لما حاول ينزل للأرض ضربوه يعني، ضربوه رجع مهرب مرة ثانية للعالم. عايش بأوروبا يعني، وشو بدك؟ أنا بشتغل وبدفع ضرائب وعايش أحلى عيشة، ومنيتهم أحلى عيشة بفضل الكفار. كنا تعلمنا واشتغلنا يعني، إيش فضل علينا يعني؟ اللي خلاك واحد يجي من الهند يقدر يقدم لجوه، ليش أنت حصرا على العرب شايف؟ حياتنا الكفار، في من الإريتريا، في من كل البلاد العالم، كل الناس محترمين، ايه كلنا ناس محترمين، وفي كل المسلمين هذول الناس محترمين، اللي محترمين، هذول الناس هربانين من حرب، هذول لو ما رادوا السلم ما تركوا. لا انتم ما هربتوا من الحرب، انتم لانكم كذابين منافقين، كانت عندكم الشهاده والجنه على بعد امتار منكم، تركتوا الجنه وجيتوا لعند الكفار. لا ما تركنا، لا 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 ما تركنا، لا ما تركنا حبيبي، ظلينا لاخر نفس بهالبلاد، وما ضل شيء لنا، انبعنا. روح شوف سوريا، فيها التركي والإيراني، مع منهم قاتل حبيبي؟ سوريا في المجاهدين الذين، أنا ما قاتل أحد، هذول الناس ماشي معهم سلاح، في المجاهدين الذين، أنا زلمة طلعت ثائر من دون سلاح، أنا السلاح لا يمثلني. جاوبني، إدلب من يحكم؟ ثورة انتهت 2012، مين اللي بيحكم إدلب؟ شو بالجبهة، مين اللي يحكم إدلب؟ أي جبهة؟ جبهة النصرة. إيه وهذول شنو؟ هذول مالهم؟ هذول ما يمثلون الشعب السوري. لا ما بتكلم عن الشعب السوري، هذول يمثلون اصحاب الشريعة. لو انت تريد الشريعة. لا. لو مو منافق تروح تعيش مع هذول الناس. هذول الناس مشلحية، حقهم نص فرنك. كذبتم ببساطة شديدة، جيتوا لأوروبا لأنكم كذابين، ما تؤمنون لا بالله ولا بالرسول. لا نؤمن امبلا نؤمن. لا والله ما بتؤمنوا. لا نؤمن. والله كله كذب. لو ما نؤمن ما نطلع نحكي هذا الكلام. لا والله لو تؤمن. كل شوي يطلع واحد يخرسك. بس في ناس ما تعرف تحكي معك، هاي المشكلة. إذا تستكمل المكان يعني اترك مكانك. أنا أعرف المكان اللي وجعك. أنت واحد يعني شو اللي ممكن تقوله للمسلمين؟ شو تطبق الكلام على نفسك كمان، انت مسلم تقول للمسلمين غير السفاله وقله الاخلاق. يا اخي انت مو تقول عن نفسك مسلم، تفضل يا اخي. انا بقول الكلام، اعترف به، انت تعرف كل كلام من ناقصك. انا اثبت لانه الصادق، هذا هو الفرق، لانه انطق على الكلمه، انطقها، تفضل. اسكت شويه يا عامر، يعني قول من ناقصك عقل، لانك انت تقول مسلم. اسكت شويه، وين مثل ما كان النظام داعس على راسكم، وحاولتم تعملون دولة شريعة. دعسنا على راسي؟ لا انت في اوروبا على فكرة، يعني لا تتكلم عن دعس الراس، يعني اوروبا لا تدعس على راس لها النظام. النظام بس انبعنا استاذ محمد، انبعنا. النظام نفسه اجى حط اجى وزع على اسلحة بالجوار مشان يضرب الثورة باسم الدين. انا اقول لك اذا ما خلصت، هو هذا النظام هو اللي لعب اللعبة هاي على الشعب السوري. غلط. انا اقول لك، تعرف لانه تعرفني انا، اقول لك العملية كيفية. العملية مش أصعب من هذا، النظام كان داعس على رأسكم. أنتوا أصحاب هذه الشريعة كنتم شوية جرذان متخبين تحت الأرض، عرفت كيف؟ الناس حاولت تعمل ثورة وتعمل حركة وتعطيكم يعني إمكانيات، فحاولتوا أنه تروحوا، مسكتوا السلاح، قتلتوا في بعض، ولكن لما حمي الوطيس
لما صار الموضوع نعم أنه ما تقدرون تتشطرون على الناس المساكين على الأرض، على الناس المدنيين، على الناس البسطاء، على الناس المسلمين العوام، لما ما قدرتوا تتشطرون عليهم وصرتوا تقاتلون بالفعل الروس والأمريكان وصراع حقيقي، هربتوا مثل الجرذان كما تفعلون دائما. هذا اللي فعلته في العراق، في سوريا، في الصومال، في اليمن، في باكستان، في أفغانستان، في نيجيريا، في مالي، في ليبيا، في أي مكان. فبالتالي هربتم، جئتوا لأوروبا. لما جئتوا لأوروبا كلكم كنتم حقراء أذلاء، تطلبون تتسولون الحياة من الأوروبيين، من الكفار، من الملحدين والمسيحيين وغيرهم من أمم الكفر. هنا دقيت أبواب الهجرة ودقيت أبواب المسؤولين وكنت أقول والله إحنا ترى هربانين من الحرب، ترى إحنا والله بلادنا يعني ما مش قادرين، وأرجوكم أعطونا حياة. فأعطوكم الحياة أول ما شبعتم، لأن النذالة طبع راسخ في الإسلاميين، هذه الحقيقة. النذالة طبع متجذر لدى الإسلاميين، لدى أصحاب هذه الشريعة. يعني واحد يقول عنهم ناقصة عقل، شو راح تنتظر منها؟ تنتظر منها أنه يكون إنسان محترم؟ لا. فأول ما شبعت بطونكم صارت عندكم شوية إمكانيات تطلعوا وتتكلموا. خلينا نشوف أخلاقك، خلينا نشوف أنك تقدر تجاهر بدينك الذي تؤمن به ووجهك مكشوف قدام الناس. لا، تعرف ليش؟ لأن أقول لك ليش. لأنك لو جاهرت بهذا الدين في أوروبا راح تنحط بالسجن ببساطة شديدة، راح يحطوك في السجن ويعملون منك يعني واحد عبرة لمن يعتبر، وبعدين يركبوك على أول بغلة، على أول بغلة طريق سوريا تركيا الخط السريع، ويرجعوك ما يصرفوا عليك حتى سعر البنزين، يجيبوا لك بغلة شاردة من البراري ويركبوك عليها ويطلعوك لبلدك مرة ثانية. ما تقدر انت، عشان هيك انتوا في اوروبا ناس تاني مجرد كائنات منافقه عايشين على ضرائب النسوان وضرائب لحم الخنازير وضرائب بيع الخمور، وجالسين تعملون في هذول الكفار. احنا كلكم عايشين على الدوله كأمة منافقه، شو نسوي لكم؟ صحه النفاق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا، مين معي؟ معك تلميذ الشيخ أمير القريشي. أيوة، شو اسمك أنت؟ عبد الله. كيف حالك يا سيد عبد الله؟ والله الحمد لله. أنت درست على الشيخ الأمير؟ نعم. درست على إيده ولا فقط حبا له؟ أنا ما جاي أحاورك حاليا، أنا جاي أدعوك. طبعا تحية لك وللأخوة الموجودين بالبث، وتحية للأخ اللي صعد وياه كذلك. أنا أحب أدعوك، أحب أدعوك إلى مناظرة الشيخ أمير القريشي. لا، خلي أمير القريشي هو يجي يطلب المناظرة. نعم، هو أنت ليش تجي يا عمي؟ أنا رجل موجود وحي وأكيد عنده حساب بالتيك توك، صح؟ نعم. خلي يجي، خلي يجي لحظة. افهم افهم كون خلي المناظرة. افهم يا عبد الله، لما طبع. شخص يريد ان يناظر خليه هو يجي يطلب المناظره، اشوف. نعم. مناظرة على ماذا؟ انا مستعد. انا لحظه افهم، انا ما بعرفك، اناظر شخص ما بعرفه. طيب على ماذا؟ طيب مو انا جاي افهم. لا افهم عبد الله، اسكت شوي. طيب تفضل. خلي امير القرشي يجي ويقول لمحمد صالح انا ادعوك الى مناظره في المباحث الذي تتكلم فيها، تمام؟ طيب أنا مستعد. تمام أنا مستعد. وصل هذا الكلام للشيخ. هو أنا أوصل. لحظة يا عمي افهم، دقيقة ثواني، تكلمت تعطيني مجال. افهم، ما أعطيك مجال، أنت مجرد رسول، ما عليك إلا البلاغ المبين. أنت توصل كلامي لأمير القرشي، تقول له كلامك اعتبره وصل. خلاص تمام، أول ما يوصلني وصل. عندك رد من الأمير القرشي؟ وصل كلامك، اعتبر. انت عندك انا اعتبرني كوسيط بينك وبينك. لا ما مش وسيط، ما احب الوساطه. جيب غير القرشي يتكلم غير عن نفسه. غير انا مستعد اخليهم يتواصلون معك وايضا تتواصل. شكرا كثير لمشاركتك حبيبي، اهلا وسهلا. اول ما الشيخ امير يكون جاهز انه يدخل عشان نتفق معاه نشوف انه يحب يناظر في ماذا، تمام؟ انت مجرد وسيط، وصلني كلامك. جيب الشيخ أمير القرشي، يقول محمد صالح يقول أنا عشان أقدر أناظر شخص لابد أني ألتقي به شخصيا وأشوف أنه أنا أتكلم معاه في ماذا،
صح لو لا يا أستاذ مازن؟ يعني وأنت أنت الآن وصلت الرسالة خلاص انتهى دورك. لوك لوك ثاني خلاص أنا مش البث مش لعشانك يعني مع احترامي يعني. طيب نتفق مع حضرتك والاتفاق على المناظرة وشروطها يكون أمام الناس علشان الوسطاء يكون مع الشخص نفسه مش مع وسيط. أنا ما بعرف هذا الرجل صادق ولا كاذب، أنا ما بعرف صراحة. أنا لما أريد أن أناظر شخص أنت تأتي وتكلمني عن اسم شخص، أنا هذا شخص معروف موجود في الإنترنت، أنا موجود في الإنترنت، خلي يدخل هو بنفسه ويفتح الكاميرا ويقول أنا يا محمد صالح أنا أمير القرشي أريد أناظرك في ماذا يا شيخ؟ في 1 2 3. أقول له والله يا شيخ هذه المسائل أنا أتناولها خلينا نتناظر فيها. لا والله أنا أريد أناظرك في 1 2 3. أقول والله يا عمي أنا هذه المسائل ما بتهمني، روح ناظر فيها من يهمه الأمر. صح؟ هكذا تكون المناظرة. أما أجي ألت وأعجل أنا أدعوك وأنا أدعوك، يا عم كل واحد بده يعمل له شوية متابعين يجي يقول محمد صالح أنا بدي أناظرك، يا عم روح الدذال يعني الله يرضى عليك.